مساء الخير، مساء الهنا والسرور على كل مشاهدينا ومتابعينا، ويوم جديد وحلقة جديدة من سيداتي يا نساتي. يوم الاثنين، يوم الرجالة، اليوم اللي احنا دايما بنستناه، بنحاول فيه نوصل لقاع تفكير الرجل، للي هو مكنونه يا حرام، يحاول كده يقعد معانا ويطلعه. وكالعادة دايما بيكون معانا مذيع زميل نيابة عن الرجال، وطبعا بيكون برضو معانا ضيوف، وقتنا بنتكلم في موضوع بناخد الموضوع من زاوية الرجال. ولو فاكرين احنا كان معانا من فترة المذيع الإعلامي الزميل ممدوح الشناوي، وتأخر علينا، بس النهاردة بقى جالنا في الميعاد عشان يعوض اللي فاته. وقاعد بيذاكر من ساعة ما دخلنا، مش عارفة بيذاكر بيعمل ايه. مش مساء الخير. مساء النور. انت بتذاكر ايه؟ والله بحب اكتب كده شوية حاجات، بيعجبني الكلام الجميل فبكتبه عشان احنا بقى اعرف اعوض الكلام اللي حضرتك بتقوليه. انت منورة الدنيا. الله يخليك، انت نورتنا النهاردة. والله انت منورة الدنيا. انا خايفه من انت كتبت. لا ما تخافيش خالص، احنا يعني عشان الاختلاف للراي لا يفسد للود قضيه. فانت دلوقتي جبتيني عشان اتكلم عن الراجل. خلاص يبقى ليا حقيه ان انا الحق اطلع الحاجات اللي دافع بيها حاجات على الراجل. طبعا حضر نفسك تماما عشان تبقى احنا بنفسح المجال. وكل اللي قبليك قعدوا على فكره على الكرسي ده، قعدوا حضروا. انا بحب بس الثقه في النفس. الثقه في النفس ليها شر هزيمه. لا ما معزومين دي مش انا بحكم على حضرتك، دي بيحكم المشاهد. انا وانت موجودين مع بعض على ترابيزه مفاوضات. انت بترفع لي حاجب من اولها. الحقوني، عايز الجمهور يلحقني. ترفع لي حاجب حضرتك. اللي اولا الحاجب انت، انا بتاعت الحاجب، انا برفع، انا بس ارفع حاجبي. والله ده برنامجي. لو بتشوفيني هتلاقيني على طول رافع الحاجب. وانا كمان بس. احنا نخش بقى نشوف الموضوع ده ايه. احنا النهارده هنتكلم عن موضوع ظريف جدا جدا جدا، وطبعا الساده المشاهدين يا ريت يكلمونا ويقولوا لنا رايهم فيه. للراجل بيحب يقعد بره البيت ليه؟ بيحب القهوه؟ اللي بيحب الخروج من غير مراته؟ اللي بيحب اصحابه اكتر من مراته؟ ليه طول الوقت ينزل يقعد يا اما يلعب دور طاوله بلاي ستيشن او يسهر واتيفر، يتفرج على الماتش بره مع اصحابه، اي حاجه، مهم ما يقعدش جوه البيت؟ هذا هو السؤال الذي حير العديد والعديد والكثير والكثير من النساء حول العالم. هنحاول النهارده نوصل لاجابه شافيه وافيه عن هذا السؤال. حضر نفسك الإجابة عن هذا السؤال. والله أنا جاهز، لو عايز أنا أجاوب دلوقتي. أوكي. لا مش عايز. حاضر. أنا هقعد ساكت. طب جاوب. أجاوب. اتفضل. طيب كان زمان على أيام ما بسمع أو على أيام ما بعرف، كانت الست المصرية الجميلة الحلوة دي بتنيم الأولاد الساعة 7 أو 8، وبتقعد جاهزة سنجة عشا للراجل اللي جاي من الشغل اللي تعبان طول النهار في الساقية بتاعت الحياة. لأن كانت أكترية السيدات زمان كانت بتحب تقعد في البيت، ما كانتش بتشتغل زي ما كنا بنشوف دلوقتي، أو المساواة اللي احنا بنطالبوا بيها. وبترجع تقولوا حرام، أنتوا سايبين كل حاجة على عاتقنا، احنا بنودي الحضانة وبنودي النادي وبنودي الدروس وبنودي المدرسة وبنعمل كل حاجة. طب احنا كنا بنعمل كل الكلام ده زمان وما قلناش حرام. فدلوقتي الست بقت تسيب العيال تضرب. لا ده انت بتعاقبنا بقى. لا لا مش حضرتك دلوقتي عايزين. انت بتعاقبنا. اسمع لغايه الاخر. اتفضل حضرتك. الست دلوقتي بقت بتعمل ايه بقى؟ بقت ترجع البيت تضرب تقلب الدنيا مش مشكله، المهم يعني يخلص الاكل بتاعت الولاد والهدمتين اللي عايزين يتغسلوا وتغسلوا وتنام. فبيرجع الراجل بدي هي يلاقي الولاد صاحيين. كانت الاول بيرجع يلاقي الولاد نايمين والست هي اللي جاهزه ومستنياه، مستنياه بابتسامه، بلبس حلو، بريحه جميله، اليوم جميل، وخلاص هو راجع من الهم وبتاع. يا اما هياخدها ويخرج، يا اما هيقعد يكمل قاعده معاها. لما ارجع البيت الاقي العيال صاحيه والشقه متقلبه، مع انها يا حبيبتي كانت مروقاها ومنظفاها، بس خلاص بقى الاولاد صاحيين وهي نامت، هقعد اعمل ايه؟ يبقى هنزل العب بلاي ستيشن، هقعد على القهوه، العب طاوله، هقعد مع اصحابي اتكلم. ما تقعد تشوف عيالك. نعم. ما تقعد تشوف العيال. يعني انا ما شايف كفايه العيال اللي بشوفهم في الشغل، كمان اشوف عيالي في البيت؟ لا. يا حول الله يا رب، اقعد شوف العيال، نيمهم. حلو، ما انا هقعد معاهم من يوم الاجازه او يومين. استناها لما تصحى من النوم. هقعد معاهم، انا مين قال ان انا مش هقعد معاهم؟ بس في نفس الوقت لازم يكون معايا حد تاني قاعد معايا، انا مش هقعد لوحدي خلاص. انا راجع من الشغل بدري عشان اقعد معاك. طب انتوا ايه يا جماعه، عايزين بيبي سيتر؟ خالص اطلاقا. طب نايميهم بقى ونقعد مع بعض. برضه انت على فكره يعني انت سبب، انت دلوقتي بتقول لي ان سبب الهروب هو ان الست بترجع تلاقيها نايمه والعيال صاحيين؟ طب مش لازم، طب لو العيال نايمين والست صاحيه؟ ما هي برضه هي محدوده يا حبيبتي، ما طول النهار في الشغل وبترجع. طب لو الست ما بتشتغلش؟ خلاص بقى، لا يبقى حاجه ثانيه بقى. يبقى حاجه ثانيه، لو الراجل كده كده لازم هيرجع يلاقي في البيت هي جاهزه وقاعده ومتحضره له، اكيد هيرجع يقعد معاها. انا ليه خليني اقعد على القهوه في وسط البرد ولا في وسط الحر في الشارع؟ طب انا اقعد. ما هو ده السؤال الغريب، انا عايز اعرف ليه؟ عشان مش لاقي المقابل، مش لاقي الخدمه، مش لاقي الترفيه، مش بيدور على ايه؟ تعرف ان في دراسات عالميه. بيدور على ايه؟ في دراسات عالميه بتقول لك ان لو الست قبلت ايد جوزها كل يوم يسود منهم الموده.
لو نسيت ايه؟ شفت بقى هو انتوا بتختاروا انتوا النص الحلو واحنا النص التاني، كلك حلو وحلو وعيونك عجباني. احنا نعرف ان الراجل هو اللي يبوس ايد الست، لكن انا اول مره اسمع عن الست تقبل ايد زوجها. طلع لك الدراسات وتشوفيها قدام عيني. انا عايز اشوف الدراسه دي. إيه؟ على فكره ممدوح بيعمل دراسات على فكره على مزاجه، وزي ما كان على فكره زمايلك قعدوا هنا اتهمونا ان احنا بنجيب دراسات على مزاجنا، انت كمان بتعمل دراسات على مزاجك. انا ما بتهمش حد، انا ما بتهمش حد، انت اللي بتتهمي. شوف يعني برنامجك وجاي تتهميني لو جبت دراسات على مزاجي. لا والله هم قالوا بيسود الود ما بين الزوج والزوجه لما يبوس ايديها كل يوم، وهو كده كده هيبوسها وهو نازل. مجبر اخاك لبطل، لو ما عملش كده يبقى بيخونها. فهي كده كده لو بس لا على فكره هو لو عمل كده وما عملش كده ملهاش دعوه، هو كده او كده بيخونها. هو كده او كده طبعا هو ده فكر راسخ في العقول المصريه. لو بقى ظريف جدا الله، هو ماله ظريف كده ليه؟ ده جاب هدايا مش من عادته. لو رزل جدا الله ماله متغير ليه؟ هو في الحالتين الصراحه الصراحه يعني مفيش حل هيرضي الست الصراحه. ليه بقى؟ ده بيرجع لايه؟ من اللي احنا بنشوفه. بتشوفوا ايه؟ من اللي بنسمعه. بتسمعوا ايه؟ من البهدله. قولي اي حاجه منهم، انا عايز اجابه واحده من اللي انت قلتيهم دلوقتي. طب انت ما قلتليش في الاول معلش. اتفضل. الراجل بيدور على ايه في البيت؟ بيدور على الراحه، بيدور على الهدوء، بيدور على حد ممكن يتناقش معاه بود وبمحبه، مش انت بتتكلم معايا في الموضوع ده يبقى وراك ان شم ريحه واحده ست في الحياه. بيدور على حد يكون ناضج فكريا، يكون حد سياسته الخارجيه مش مجرد الطبيخ او الاولاد هيروحوا يلبسوا ايه او لا، هو ان احنا ممكن نعمل في مشروعنا كذا، وانت ممكن تقوي نفسك في كذا، يلاقي في نضوج فكري، في حب، في حاجات كتير قوي. لكن هي راجعه انت جيت نورت الدنيا، الاكل عندك جوه الميكرويف ممكن تسخن فيه، انا طول النهار مهدود او ظهري مقسوم من العيال. طب انا ايه؟ بس على فكره والله العظيم انت ظالم، عشان في ستات بتعمل كده والله. حالات الطلاق بالذات في بلدنا، حالات الطلاق بالنسبه والاحصائيات اللي موجوده، لو عايزين اقول لك كل 6 دقائق بيحصل حاله طلاق، النسبه دي بسبب اللي ما فيش اب وام بيفهموا ولادهم يعني ايه جواز، بيجروا ورا موضوع النيش او الشقه هتكون موجوده في كومباوند ولا موجوده فين. هو ده الفكر. لكن يعني ايه يا بنتي تبقي زوجه لراجل؟ ويعني ايه ابني يفتح بيت؟ ما بقوش يدوروا زي زمان. دلوقتي انت بتعرفي عن طريق السوشيال ميديا يعني ايه اتجوز، يعني ايه اكلف، وكل واحد فرحان مراتي حامل جنبي وبتاع. طب انت عارف اللي هتتابعه المتتابعات اللي بعد كده اللي في مستشفى انت عشان كده ما بتتجوزش صح؟ والله لما ربنا ياتن هتجوز. انت مش شايف ان انت لسه مش قادر تاخد الخطوه دي؟ مش قادر اخد الخطوه اللي انا ممكن اتجوز واحده امرمطها معايا في الفتره الحاليه. انا دلوقتي متشتت ما بين شغلي وما بين مستقبل وما بين تفكير وي وي وي. ممكن تجيب حد يكون سند ليا ويقف معايا وفي ظهري ويدعمني، بس في نفس الوقت مش هاخد ولادي الناس. انت مش اناني خالص. لا ما ينفعش. بص يا اما هاخد حد اخليه يعيش نفس عيشته او احسن، لكن مش هاخد حد اظلمه معايا وانزله لتحت. يعني انا هاخدك من بيتك فيبقى انا لازم اصونك انك تستمتعي بحياتك معايا، لكن هاخدك عشان اعذبك واقول لك لا معلش اقعدي لي بس انا قدامي يومين ثلاثه عشان بصور، اصلا انا مش عارف اطلع فين ومسافر غصب عني تصوير. طب ما هو ده شغلك، انت كده هتبقى طول حياتك بقى. انا لما انا اكون مظبط شغلي ومكيف حياتي على الشغل خلاص، لكن ما ينفعش اكيف شغلي على حياتي، هيبقى صعب. انا لسه متجوز وعريس جديد ولسه معاه كل شهر وشهر التاني، اصل معلش في الطاقه. لا خالص مش حجج. حجج فارغ عشان تهربوا من الارتباط. ده اللي ما يعملش الطلاق. وتهربوا من المسؤوليه. والله ده اللي ما يعملش الطلاق. والله لو فكرتي بالعقد ده ما يعملش الطلاق. اللي يعمل طلاق ايه؟ يلا نتجوز، يلا نعمل فرح، هوب نجيب مين مغنيين ولا الدي جي، يلا نعمل اكل، هوب اتجوزنا. افضلي انا مش فاضي، من عندي شغل. انت طول النهار في الشغل مش فاضي لي؟ فيحصل تفاقم. يحصل كده، يحصل جاب، يحصل في الاخر طلاق. لكن لما يكون في تفاهم ما بين الاثنين، هي عارفه ظروف شغله وقادره تقدر، وفي نفس الوقت عارف يسيطر على حياته فيقدر يعيش معاها، هيبقى في بينهم موده، هيبقى في منهم استكمال بقى للطريق. هو انت ممكن تشوف واحده ايه ده انا هتجوز البنت دي على طول؟ ممكن. اللي هو بنسميه كود فودر، اللي هو خبط لزق كده. ممكن تلاقي حاجه زي كده، وانت ممكن تشوفي الراجل تقول هو ده اللي نفسي اتجوزه. هي ممكن تبقى موجوده، بس هل هعرف اعيش نفس عيشته؟ هل الحياه الاجتماعيه بتاعته هي نفس حياتي الاجتماعيه؟ هل فكره هو نفس فكري؟ ده اللي بيجي بعد كده. فما ينفعش نتسرع، يبقى في فتره خطوبه، وفتره الخطوبه لازم تطول، مش تطول بقى 3 4 سنين زي ما كان بيحصل في الافلام عشان هيروح يخلص جيش، لا، تطول اللي احنا بقى فاهمين بعض وطباع بعض، ومش لازم اجمل نفسي قدام حضرتك في كل حاجه، انا لازم اوريكي كل تصرفاتي على طبيعتي من اول ما بصحى من النوم لغايه ما برجع انام. تبقي انت شايفه الشخصيه اللي انت هتعيشي معاها، ما يحصلش بعد كده ايه ده؟ انا اتفاجئت. هو انت بتعمل والله كده؟ والله انت بتقول كلام زي الفل، بس ساعه التطبيق بقى نشوف. طب انت فتحت من الكلام عن نفسك شويه، خليني اتكلم شويه عنك كده في السريع. انت بدات انت درست سياحه مظبوط، واشتغلت في الاعلام. حصل. ليه بقى؟ ليه انا من نفسي بحب ان انا اخش حاجه اطور فيها، يعني اوجد فيها مكانه للشخصيه اللي هي ممدوح. السياحه دخلت فيها الحمد لله واشتغلت فيها وعملت فيها حاجات كويسه قوي،
وبعد كده انتبهت للعقارات ولقيتها حلوه جدا، فابتديت اشتغل في العقارات والحمد لله برده مشيت فيها مشوار كويس قوي لغايه ما وصلت لموضوع الاعلام. والاعلام كان جاي بمحض الصدفه، هي بتيجي فرص للبني ادم في حياته كتير مش فرصه يستغلها. يعني يجي يقول لك الحقيقه اصلها فرصه، انا اقول له لا انت كذاب، فرص بس انك تستغل الفرصه اللي بتيجي حتى لو صغيره. فجت لي الفرصه الاول كمذيع في مقوله انا بحبها قوي، احترموا الصدف طبعا واحسنوا استغلالها. اكيد ده يعني وده اللي انا موجود قدام حضرتك، يعني انا عمري ما كنت افكر اكون مذيع الا ما احسنت الصدفه واحسنت الفرصه اللي جات لي ومسكتها واشتغلت عليها. مش اللي هو قشطه دي جت بقى وخلاص السلام عليكم وعليكم السلام، لا هي جت كده تمتلكها بايدك وابتدي اشتغل فيها. ده اللي حصل معايا وفضلت امشي ستيب باي ستيب لغايه ما بقيت مذيع فيديو، من مذيع فيديو انترنت اونلاين لغايه ما وصلت مذيع تلفزيون. واشتركت في مذيع العرب. مذيع العرب تجربة وكانت برضو هزار يعني. كان الموضوع هزار داخلها الاول، هزار في الاول هزار لان كان صاحبي اللي مقدمني، يعني مش انا كنت بشغال زي ما انا. مين صاحبك؟ اسمه ايهاب، ايهاب عثمان، هو راجل اعمال ملوش علاقه خالص بموضوع الميديا، هو راجل بيحب التمثيل وشايف ممدوح كاركتر ينفع كمذيع. ايه اصعب موقف عدى عليك في كتير مواقف كتير قوي، بس هحكي لك بس الحته دي. فانا كنت شغال في العقارات الصبح، المكان اللي بيصرف عليا اللي بيخليني اعيش عيشه كريمه، وبشتغل بعد الظهر في ريديو، بخش عامل الساعتين بتوعي، يا مساء الخير على كل مستمعينا الريديو النهارده بنتكلم عن كذا وكذا، الحاجه اللي بحبها. يبقى ده بيصرف ودي الحاجه اللي بحبها. ما يجيش واحد يقول انا حلمي ابقى مذيع وهسيب كل حاجه وهفضل ورا مذيع. انت مش هتصرف على نفسك، مش هتصرف على بيتك، مش هتصرف، مش هتعيش. انت واقعي جدا. لازم فاشتغل شغلانه اللي اقدر اصرف بيها على كياني. اسد غريبه قوي ان الاسد ومش واقعيين قوي كده. اوكي مين قال كده؟ ده طموحين جدا. طموحين بس مش واقعيين قوي. كل اللي في برج الاسد بحبه. ماشي. وطبعا بتوع التور عشان الشهر ده بتاعهم والجوزاء. هو التور والجوزاء الشهر ده. اوكي التور ده اصحابي كتير قوي تور. انا بنتي تور والله. الله يكون في عونك. المهم بقى لان هم دماغهم في حته تانية قوي واذكياء جدا. فالراجل قدم لي وانا كنت بشتغل عادي، فقال لي انا قدمت لك مذيع العرب. قلت له يا عم انا مالي مش سكتي انت ايه ده. انا باجي اهزر هنا على كومبيتيشن واخش واقف قدام الناس يا عم انا بتاع الكلام الفاضي ده. قال لي طب جرب. وفعلا جربت وقدمت. لما هو قدم لي قدم صوره وقدم كل حاجه وباسم بيانات على اساس انا هو واتوافق عليه، فقال لي لا احنا عايزين باسبورك. قدمت باسبور وعملت لهم الفيديو اللي هم كانوا طالبينه، قالوا لي احنا عايزينك. رحت دخلت اول حاجه في برايم 1 ادوني سيلفر مايك، هو بيبقى فيه اسود وفي سيلفر. الاسود ده بتخش الكومبيتيشن بعديه او البرايم بعديه، والاسود او السيلفر بترحلي النهائيات على طول. خدت اول مايك سيلفر الحمد لله في المسابقه كلها وترحلت للنهائيات على طول. ودخلت بقى في التصفيات النهائيه ودخلت في حاجات كتيره. بس من اول مره وصلت هناك انا طبعا رايح لبنان زي اي شاب مصري، يعني نشوف الروشه والحمراء والزيتونه بيه والحاجات لبنان بقى والريحه ونسمع فيروز ونشرب قهوه والحاجات دي. طبعا لا رحت لقيت الموضوع عملي جدا، الناس ما بتهزرش. لا هو في الشغل الحقيقه في الحاجات دي فيري بروفيشنال. ما بيهزروش. تركز بقى، لا دي فرصه جات لك وانت في بلد غير البلد. طب ما تطلع باسم بلدك وتقول انا موجود وابتدي تشتغل على المنوال ده لغايه ما ربنا كرمني وبقيت مذيع العرب. نشوف حته من مذيع العرب، جزء كده من مذيع العرب، ونرجع نكمل كلامنا مع ممدوح الشناوي. اكلت الجو انت على طول. ده برو. من عند ربنا. يعني هي دي نعمه من عند الله سبحانه وتعالى. ودي كان اول مره اقف وبعد 13 ساعه ويتنج مستني ان انا اطلع على المسرح. بس انت عمرك وانت صغير ما كان عندك الملكه بتاع انك تقف قدام الناس ويبقى عندك القدره انك انت تخطب في حشد مثلا وتستولى على انتباههم ويبقى الناس مركزه معاك؟ اكيد اكيد الحاجات دي بتبان واحنا صغيرين. هي ما كانتش كده قوي، يعني انا مش مش خجول، بس في نفس الوقت شغلي الكتير اللي اشتغلته في اماكن اكتر هو اللي علمني ان انا اقدر اعمل حركه زي دي. البني ادم بيتغير جدا، بيتعلم، بيتغير عشان هو اللي عايز يتغير، مش بيتغير عشان الحياه بتغيره. لا هو حابب يتغير للاحسن او للأسوأ. زي اللي بيشرب مخدرات هو عايز يتغير للأسوأ، زي اللي بيلعب كوره او بيلعب رياضه هو عايز يتغير للاحسن. فدي بيفرق، انت قادره هنا تدمري جسمك وقادره هنا تصلحي جسمك. هو نفس القصه عندي كده. انا لما اشتغلت شغل هنا واثنين وثلاثه واربعه ابتديت احسن في الاختيار وابتديت احسن في الفكر. نفعت معايا لما طلعت على مذيع العرب. نفعت جدا ان انا اقدر اتكلم اوصل اللي جوايا للناس، والناس ابتدت تسمع وتنجذب للموضوع، فكان حاجه حلوه بالنسبه لي. اشتغلت بعد كده في الحياه، خلصت الكلام مظبوط، رجعت على خلاصه الكلام على طول. انا وزميلي خليل جمال خليل اللي بكون له كل احترام وربنا يشفيه ويرجعه بالسلامه ان شاء الله للتلفزيون. عامل عمليه زي ده بقى حبيبي. هو ايه ده؟ سلامتك الف سلامه يا خليل. كتر اكل الشطه. ايه ده انك قلت لي ما سالتش عليه؟ طيب لا الله يسلمك. لا سلامته الف سلام. طيب كان زميل الضرب بصراحه. يعني كنا بنشتغل وتعبوا معايا وهو تعبني معاه لغايه ما طلعنا الحاجه حلوه جدا، ولغايه دلوقتي الحمد لله معروفه من 2015. الناس كلها دلوقتي بتقول لي رجع برنامج خلاصه الكلام، لان هو كان بيحكي بثقه الشباب، بيتكلم عن الشباب، بيقول كل حاجه للشباب، فكانت الشباب بتحبه قوي، الكبار كمان.
وعملت بعده تحية طيبة. عملت بعده دوري الحياة. دوري الحياة ده كان رياضة وفن ما بين اللعيبة الكبار سنا والمفنانين والممثلين، ولعب وهزار وضحك. وبعد كده عملت تحية طيبة وبعد. كان دمه خفيف برضه، برنامج اجتماعي أسري. أنا كنت شايف نفسي بالاجتماعيات. بس بتعمل دلوقتي العيلة مظبوط؟ اه دلوقتي العيلة اجتماعي برضه. اجتماعي هم شايفيني اجتماعي، فأنا قلت خلاص اجتماعي اجتماعي. طيب. أنا أقول لأ. أنت شايف نفسك فين؟ والله انا بحب اتكلم عن الناس اللي في سني، على الشباب اللي موجوده اللي عندهم احلام وامال. طب ما هو ده اجتماعي برضو. ما هو اجتماعي انت بتتناقشي مع العيله من بدايه 13 سنه لحاجه و50 سنه، لكن الشباب انا عايز اتكلم عليهم لانه مفيش حد بيتكلم عليهم دلوقتي زي ما احنا شايفين في الوسط. يعني تجيبي لحد بموهبته ويقعد قدامك ويشرح اللي هو عنده، وفي نفس الوقت المشاهد يشوف يعرف ده موهوب او مش موهوب، نقعد نتكلم مع بعض، وهو يبقى الناتج بتاعه انه ظهر للنور، هيقدر يعمل ابديت لنفسه ويتحسن الفترات اللي جايه. تمام. ما قدرش اديك خدت الفرصه. من وجهه نظرك اهم حاجه لازم تكون موجوده في الاعلامي ايه هي؟ المصداقيه. يكون صادق مع نفسه قبل ما يكون صادق مع اي حد. انا صادق بالخبر اللي هقوله لان احنا مذيعين، انا بذيع الخبر. يعني انا هقول الخبر، فلازم يكون مصداقيه جوايا، ما يكونش اللي انا بقول ده علشان فلان او علان او لا، انا بركز في حاجه انا بعملها والحاجه دي تكون سليمه، ما يكونش عشان حاجه وخطوات غلط. يعني مصداقيه. لو جات لك فرصة النهاردة انك تقدم برنامج تحبه يكون اسمه ايه؟ القهوة. ده مشروع عمرك بقى. حياتي. لان كان اول مرة افكر الفكرة والطبلة المجنونة اللي انا عملتها دي، وبيني وبينك هي القهوة دي كانت احلى حاجة ممكن تخيليها، لان انت بتكلمي في كل حاجة في مكان واحد، لا محتاجه تطلعي بره ولا تخشي جوه ولا تعملي لوكيشنات، هو مكان واحد قاعدين فيه وهنجيب كل الناس ونقعد نتكلم معاهم، مثقفين بقى وفنانين ورياضيين وعلماء وسياسه، كل حد ممكن تتكلمي فيه هتتكلمي هنا. فالقهوه مكان اصلا منبر الاعلام اصلا. طبعا طبعا، وياما خرجت منه افكار. نجيب محفوظ كان قعدته على طول على القهوه. بالظبط. القهوه بيطلع كل حاجه في الدنيا. بس القهوه بتخرب البيوت برضو. لا القهوه ده موضوعنا النهارده. هو اللي بيخرب البيوت العقل مش القهوه. لو انا عاقل عمري ما هخرب بيتي سواء راجل او ست. القهوه عمرها ما تخرب حاجه. يا سلام على العقل، والنبي انت طلعت عاقل والله. هو انا سامعني إيه مجنون؟ ايه ده يا جماعه؟ ده الواحد ما بيشوفش العقل ده، ما نشوفه في ساعه التطبيق. تعالى نشوف جزء بس من خلاصه الكلام ونرجع ننتقل بقى لمحطه اخرى انت انتهكتها وهي تمثيل. نشوف جزء من خلاصه الكلام. نطيت في النيل؟ نطيت في النيل. النبي بجد من على كوبري؟ من على كوبري قصر النيل. يا ماما ما هقول لك حاجه، مصداقيه. ده انا كنت شايفه نفسي جريئه. ده انت لا لا، ده انا عملت ده ضربته وقعدت اتعالج اسبوع بعديها لما كنت بشحت وكنت بس. انا لسه بقول عليك عاقل. ما بص، العقل كله اللي انا عايز اوصل للمشاهد اللي قاعد بيتفرج علينا في التلفزيون، اللي احنا عندنا كارثه، والكارثه اللي هي الانتحار. وصغيرين بيجي لهم حاله اكتئاب، اقعد معاهم اتكلم تناقشوا. وانت لما تكون مكتئب صلي، توضى، يعني اعمل حاجه تخليك، لو انت مسيحي روح الكنيسه، يعني عندك اساليب كتيره ممكن تطلع منها الطاقه السلبيه اللي في جواك. فالانتحار كان زايد قوي ومخيف جدا. طب الحاجه الوحيده اللي ممكن نعمل بيها الانتنشن انتنسيو، يعني اللي هو ركزوا معايا ايه؟ اللي انا انتحر. فوقفت على كوبري قصر النيل وقررت ان انا انتحر. وطبعا دي بعد مكاسفات ومحاورات ومداولات كتير قوي، وكان في سيفتي للموضوع جدا، وكان في غطاسين وكل حاجه، بس طبعا كله مش باين، كله هيدن، لان احنا بنصور كاميرا خفيه في الشارع. وقفت على الكوبري مستني ان حد ينتظر ويجي يقول لي لا بلاش اتق الله يا اخي وانزل وهتخش النار. محدش لحقك. الناس كانت بتصور معايا سيلفي ماسكين الموبايل، والنهارده بواحد بينتحر واحنا بنتصور معاه. ما كنتش مصدق في اللامبالاه اللي احنا كنا وصلنا لها، هوس السوشيال ميديا اللي احنا وصلنا لها. فاكيد لما اجي انتحر محدش يعبرني، في حاجه غلط. احنا ما معروفين بالجدعنه وبالشهامه. طبعا. لا، في حاجه كده حصل، في كيرف حصل عندنا مش مفهوم. فكنت لازم اطبق ده عملي. لما وقفت على كوبري قصر النيل وقررت ان انا انط، انا بنط وانا حزين، لان هتلاقيني في اهل اول شفت الفيديو هتلاقيني بعمل كده. طب يعني ايه؟ لا، وستات عدت كده من جنبك وشافتك كده شاب كده حلو هتنط كده وسابوك؟ ولا الناس طبعا انت عارف كتير قوي يقول لك ان المقاومات دايما المذيع ان هو لازم يبقى شكله حلو. والله ناس كتير وقتها انت وخليل قالوا ان الوسامه هي كانت سبب اساسي. هقول لك حاجه، مش بالحلاوه خالص، في ناس كتير جميله وزي القمر تحفه ويجننوا وهوس، بس من جوه اجوف، فما ينفعش. لازم تكون مثقف، عندك درايه. كل اصل مشكلتنا احنا في شغلتنا وانت عارفه ان انا لازم كل يوم اكون مطلع 24 ساعه بالذكر، متابع 24 ساعه، بتقري، ما عندكيش اي حاجه. يعني حتى لو انت قاعده في البيت ما بتعملش حاجه كده تروح ماسكه كتاب. يعني هو ده، احنا دي مشكلتنا. لكن انا لما اطلع جميل وحلو، بس طالع قاعد قدام الكاميرا كده هيبان اللي جوه فاضي،
ما ينفعش، لازم يكون عندك مضمون تديلي. الناس خدت معاك سيلفي؟ اه، واحد كان ماشي وانت بتنتحر، واحد بينتحر النهارده من انتحارات على كوبري قصر النيل. اه دي كانت كارثه بالنسبه لي، بغض النظر عن النط. انا حتى لما نطيت يعني انا ما خفتش. المفروض لما نط من كوبري قصر، كوبري يعني نط على كوبري في النيل دي كارثه. لا دي انا ممكن قلبي يقع اساسا من الارتفاع لغايه الميه، يعني حتى لو بعرف اعوم وكل حاجه. ما خفت عشان دي رساله، رساله انا بقول لربنا انا ده هعمل ده، فلو مت يا رب انت ادرى بحالي انا بعمل ده عشان اقول للناس تفوق شويه. والحمد لله الفيديو دلوقتي الناس يعني الحمد لله اتفرج عليه. اه عمل مشاهدات، عمل مشاهده حلوه قوي لغايه دلوقتي. احنا عاملينه في 2015 في شهر 10 او 11 في 2015. الحمد لله لغايه دلوقتي عامل مشاهده، فده يعني فعلا بيصحي. واللي عجبني طبعا المنبر الاعلامي الباقيين اللي ابتدوا يشتغلوا عليها. طبعا اسامي كتير انا مش هعرف اقول اسامهم يعني ما ينفعش، بس اسامي من الناس، من المتدينين ومن فنانين ومن مثقفين اللي لقطوا طرف الخيط ده، ابتدوا ياخدوا الفيديوز ويحطوه عندهم باك جراوند ويتكلموا، شوفوا ده راجل راح نط في النيل ويقول لكم الانتحار، انتوا فين يا مصريين. فابتدت الناس يحصل حوار تاني، بقيت انزل اعمل ميشن الناس بتتجاوب في الشارع زي الاول. بغض النظر هو بيتجاوب عشان ممكن يكون في كاميرا بتستخبيه هنا وهنا، بس ابتدى يتجاوب، ابتدت المحرره. هو ده المهم، انت كده حسيت ان انت عملت رساله، اديت رسالتك، ده المسج وصلت. واللي عجبني اكتر بقيه القنوات ابتدت تنزل. يعني بعد خلاصه الكلام الجميل ده لقيت في قنوات كتير من غير اسامي ابتدت تنزل، ابتدت برامج تنزل الشارع، ابتدت تتكلم مع الناس، ابتدت تشوف مشاكل، يعني ابتدت تنزل تفاعل. انا بحب جدا شغل الشارع جدا لغايه دلوقتي الحقيقه، يعني بشوفه دايما الاحتكاك مع الناس على ارض الواقع ده بيفرق 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 منهم بيفرق السما من العمل الحقيقه. يعني عن قعدت طبعا قعدت الاستوديو ليها بريقها وليها رونقها وكل حاجه، لكن فعلا احتكاك الناس مع الناس في الشارع مختلف تماما. بس انت ليك نشاطات اخرى يعني تمثيل، دخلت شويه في التمثيل طبعا، اغنيه سيلفي على سيره السيلفي مع نيكول سابا. طب ما تيجي نشوف الحته من الاغنيه ونرجع، بحب الاغنيه دي قوي. تبعتي لي فيديوهات كتير قوي. انا جاهزه لك بقى من الاسبوع اللي فات، من الاسبوع اللي قبل اللي فات. اه ذاكرنا تمام، نشوف حته من الفيديو ونرجع تاني. احنا اخذنا سيلفي في الفاصل على فكره، مش انا عايز تعرفي بس سيلفي على الفاصل على طول، جاهزين على طول، محدش يكون نفسه في حاجه وما تتعملش على طول. احنا علينا. بتحب التمثيل؟ جدا جدا. من امتى؟ لا من وانا صغير زي كل الناس بيحبوا التمثيل، بحب اقعد اتفرج، بس انا بحب التراث شويه، يعني زي بالجبل، ليلى الحلميه، مال والبنون، الفكر والطريقه والاسلوب والاتيتيود والتعيشي جوه المسلسل، رأفت العجان، حلم الفتى الطايش، الحاجات اللي بتخش جواها دي. فبحب التمثيل قوي لان هم كانوا مصداقيه، تحس ان في كلام بيطلع من جواهم مننا ليهم منهم لينا. لكن يعني انا نفسي اوصل للمرحله دي ان انا اعمل حاجه ان شاء الله اطلع يبقى جواها، يبقى اطلع الدور اللي هو بالشكل اللي هو القديم والتراث ده. طبعا دلوقتي الموضوع هو طبعا في فن حلو جدا دلوقتي، يعني جميل جدا، بس انا متهيألي دلوقتي المسلسلات الجديده اللي بتتعمل وبقى عندنا مواسم خارج رمضان، وده في حد ذاته انا شايفاه يعني دي حاجة طفره جامده جدا الحقيقه. احنا صناع، عندك احنا صناع الرياده في العالم. المسلسل الطويل اللي بتخلق الشخصيه وبتعيش معاها جدا وبتصدقها، وتلاقي ناس كلها بتتابع الموضوع ويبقى عندها، بقى اصبح عندنا شويه، رجعنا تاني بس بشكل مختلف. الحمد لله في عندنا مسلسلات كتيره دلوقتي. انت عملت نصيبي واسمتك. نصيبي واسمتك ده جزء تاني يعني مش الجزء الاول، وعملت تحت السيطره في رمضان مع فنان نيلي كريم. عندك حاجه بقى في رمضان السنه دي؟ عندي حاجه كده بس مش دور. من زمايلي يعني كلموني قالوا لي تعالى واعمل حاجه وبتاع، ومسلسل لطيف ودمه خفيف قوي اسمه ربع رومي. طبعا انا بقول لهم الف مليون مبروك، النهارده اول يوم ليهم بعد الفركشه امبارح، خلصوا الحمد لله المسلسل وهتعرض ان شاء الله عندنا في القناه. المسلسل حلو قوي. و ده بتاع مين؟ مصطفى خاطر، استاذ بيومي فؤاد، استاذ علاء مرسي، رنا جمال، رنا جميل. لا هو كم من الناس. استاذ هاله فاخر. لا في ناس كتيره جدا، المسلسل مليان. بس الروح بقى الغلبة على المكان الاستاذ معتز التوني. جميل. بيديكي ثقه وجمال، انت عايز تقول ايه؟ سيبك من الورق، انت عايز تقول ايه؟ فتقولي له المضمون يقول لك حلو قوي خش، فانت تلاقي نفسك بتحسي في مزاح الارتجال زي المصري. مخرج عبقري عبقري، عارف ازاي يطلع منك الافيه الحلو، الوقفه الجميله، النظره اللطيفه، هو ده. فالاستاذ محتاج لا بصراحه جميل جدا، هم كلهم على بعضهم حلوين. فانا رحت عملت مشاهدين لطاف كده، بس انا مبسوط لان انا ما حسيتش ان انا عايز اعمل دور. ممكن التمثيل ياخدك من تقديم البرامج، ولا كونك اعلامي ده مش هيتغير؟ لا ما اظنش، لان الناس نجحتني في الاعلام،
فاكيد انا لازم اوصل لهم الرساله اللي هم نجحوني ووصلوني الحته دي، فانا لازم اكون هنا جدير بالثقه اللي انا تمام معاكم هنا، يبقى افضل مكمل. لو هم مش شايفيني كاعلامي ونجحوني كممثل هروح كممثل وهبعد عن الاعلام. هم الناس اللي بتتحكم في حياتك، انت بتشوفيهم هم حابين ايه وبتعمليها في نفس الوقت. الصح انك تدي لهم الحاجه اللي هم بيحبوها. احنا بنشتغل عشان مين؟ مش عشان الناس بس. الصح برضو انك تعمل الحاجه اللي انت بتحبها. ما هو عشان كده كنت بشتغل شغلانتين زمان، واحد في عقارات وواحد مذيع. يبقى اصبحت اللي انا بعمل اللي انا بحبه، وفي نفس الوقت بعمل الناس بتحبه. هم كانوا بيحبوني يسمعوني في الفيديو ومن بره مصر ومن جوه مصر، فكنت بعمل لهم اللي هم بيحبوه، وفي نفس الوقت انا بشتغل عشان اصرف على نفسي. يبقى اصبح اللي انت بتحبيه احب ما تعمل كي تعمل ما تحب. هو ده اللي انا بعمله دلوقتي. انا بحب اللي انا بعمله عشان اقدر اعمل اللي انا بحبه. انا بحب التمثيل جدا بس مش عايز اجري. عندي امكانيه لبكره الصبح اكون معايا دور، بس هل هنجح؟ لا. يبقى انا اخد ستيب باي ستيب، اعمل ارضيه، الناس تبتدي تشوفني يفهموا ان انا بعمل دور واثنين وثلاثه، واخد ورش تمثيل، ابتدي افكر احسن، احسن في شكلي، اقدر اعمل حاجه كويسه، واخش يقولوا لي اه انت نافع هنا او لا اقف كمل اعلام زي ما انت. يبقى ما اخسرش ده وما اخسرش ده. مبادره بينا، مبادرات هي مش بينا بس، هو في مبادرات كتير لسه جايه لي مبادره والله. يعني انت وشك حلو النهارده، المبادره على يوم الخميس اللي جاي. مبادرات، انا اي مبادره في مصر تخص اي حاجه، سواء كانت المراه او الطفل او الرجل او الجسم، سواء قلب كبد اي حاجه، بجري عليها. ليه؟ مش علشان انت مهتم بالعمل العام. لازم لازم كلنا، مش ممدوح، لازم كل الاشخاص الموجودين عندهم منبر اعلامي لازم يعني يخشوا هنا عشان يقدروا اقدر افهم بيفكروا ازاي، فاقدر اشرح الكلام ده قدام المشاهد. افهم المبادره دي بتتكلم عن ايه، يعني ايه فيروس سي ده، مش عارف ايه، انتوا عملتوا 200,000 حاله. طب فاقدر اطلع اقول يا جماعه الفيروس ده في 1 2 3 4، وفي مبادرات بتعمل 1 2 3 4، فانا قدرت اشرح اللي انا بروح اشوفه. الكانسر بيعمل كذا، الكبد الوبائي بيعمل كذا، الاطفال المتشردين كذا، او الاطفال مثلا اللي عايشين في الادارات كذا. اقدر اشوف الكلام ده لما اكون انا موجود ملموس فيها، لكن انا اقرا من ورق واخش اتكلم مع مشاهد مش عارف اديله الحاجه. لان وده اللي كان بيعمله طبعا اساتذه كبير، وما فيهم استاذ مفيد فوزي، ينزل لجوه يخش يطلع المعلومه ويجي قدام المشاهد. طبعا تصدقيه اول ما تشوفيه، تفهمي منه الملخص من غير ما يتكلم طبعا، فتفهمي الملخص كله. استاذ مفيد كان بيقول الملخص كله في كلمتين، فتلاقي نفسك انت لا انا تمام، انا فهمت انت عايز تقول لي ايه، فبتبتدي تتحرك. عندي مشكله معاك. ايه؟ معلش هتخانق معاك عشان الصراحه قلت كلام مقنع. دي مشكله بالنسبه لي جدا على فكره. انا بحب اتخانق، انا باجي يلا نتخانق. انسي كل اللي انا قلته. يمكن بقى في الصالون لعلمك انا مش هقول لك كمان الدراسات اللي معايا النهارده. هلغي الدراسات يا جماعه، احنا هنروح على لا مش تعالي نتناقش فيها. لو لسه في وقت تعالي نتناقش فيها. انت رجل على فكره، لا تمثل معظم الرجاله المصريين. والله العظيم الرجاله المصريين، بصي هقول لك حاجه، دايما بيقولوا لنا في الافلام وفي المسلسلات ان الحمى المصريه هي اوحش حاجه في الدنيا. لا الحمى المصري زي الفل. طب انت قلتي زي الفل، طب ليه احنا بنجسد في دماغنا ان الراجل وحش؟ الذوق المصري هو اللي وحش على فكره. لا مش وحش، التربيه ساعات بتطلع الواحد غلط، التربيه ما بتخلوش يبقى ناضج فكريا. اوقات كتيره الولاد يلا اتجوز، انت عندك 21 سنه يلا معاك فلوس واتجوز. يا ماما ما ينفعش، يا ماما لازم يفهم، يعرف يعني ايه جواز، يا بابا اقعد معاه فهمه يعني ايه زوجه، يعني ايه ازاي اعرف اعاشر البني ادمه دي واعيشها في عنايه. انت مش هتتجوز ابدا على فكره. لا هتجوز والله. لا مش هتتجوز. طب اقول لك حاجه، 2018 ده هيشهد بحدث عظيم ان شاء الله. لو ان هدور والله على نشوف. اما نشوف يا رب والله. احنا هننتقل بقى دلوقتي للصالون، ينضم الينا ضيوفنا، يمكن نتخانق بقى في الصالون. يلا ربنا يسهل. جايز طوبه على طوبه، خلي العركه منصوبه. بالظبط كده، زي ما قلت لكم النهارده احنا هنتكلم عن فكره مهمه قوي. هو الراجل ليه طفشان طول النهار من البيت؟ قهوه، بلاي ستيشن مع اصحابه، طاوله، ماتش، سهر، خروج. اول ما اصحابه يكلموه الصحه بترد فيه وتلاقيه رهوان، يقعد في البيت يا ينام يا ياكل يا يتخانق. هذا هو السؤال الازلي اللي احنا النهارده هنحاول بقى. انا هسيبك تتكلم ما تقلقش. لماذا يهرب الرجل من البيت؟ ده موضوع النهارده حلقتنا، وهننتظر تليفوناتكم على الارقام اللي هتظهر على الشاشه وتفاعلكم معانا على صفحتنا على الفيسبوك. هنروح لتقرير عن الحاجه عزيزه. الحاجه عزيزه مرت بظروف صعبه جدا في حياتها، خلاها بعد كده تعمل محل تعمل فيه زي وجبات للناس الغير قادرين. تعالوا نشوف التقرير ونرجع نبدأ مع حضراتكم فقرتنا. لا
بدات مبادره من 30 سنه من البيت، كنت قاعده في البيت عندي يعني، بلم تبرعات على قدي من البيوت من اصحابي، كنت بلم من الجنيه وكده. عامله مبادره اسمها ما عند الجوع. بحب ان انا اكل الناس يعني، اي حد ماشي في الشارع كده محتاج ياكل بحب اكله. بطلع شهري 2000 اسرة تومين، شهادة التومين زي بتاعت الحكومة بالظبط. وعاملة مبادرة برضو في نفس الموضوع، مبادرة اسمها مع احباب الكريم تحقق حلم كل فقير. بحب اخش على الناس اللي هم حماماتهم بايظة، سقف بينزل عليهم مية، بوضب البيوت، بجوز العرايس، فاتحة مطبخ يومي طول السنة، مائدة الرحمن طول السنة، اي حد ماشي جعان خش الغد عندي. جبت مجموعة شباب من منطقة صبيان وبنات، حبيبتهم من الأول في عمل الخير. الهدف ما يكونش ان انا عايز فلوس، لان انا اصلا ما عنديش فلوس في الجمعيه، فلازم اعمل ايه اسوي ايه. جبت الشباب دي وعودتهم على عمل الخير، وبقيت انزلهم للمنازل اعمل الاكل واخليهم يروحوا يوزعوا بنفسهم. فالشباب والبنات حبوا عمل الخير، بعد كده بقى كبروا معايا وكتروا معايا. لما بيجي لي حاجه في الجمعيه بديهم، جالي فلوس بديهم، ما جاليش خلاص. اصدق واحده اتعاملت معاها ونزلت عندنا عزبه مطار امبابه، عملت عمل خيري الحاجة عزيزة. سقف الثلاث أطفال أيتام نزلت عملته، وسقف الراجل كبير مسن نزلت عملته. هي عاملة شهريات للناس ولليوطمة، وعاملة للناس الغلابة ومساعدة، وبتدينا شنط رمضان، وبتدينا بتأكلنا في العيد، وبتدينا لحمة. الصراحة بتعمل حاجات كتيرة كويسة أوي. ولما تكون متضايقة في غسالة بتجاز تجيب لك. أنا بحلم يبقى عندي مجمع خيري، عايزة أفتح مطبخ كبير، حلم حياتي كله حتة أرض وأبني مجمع خيري واعمل الدور الارضي مطبخ، وادي الستات المسنين في البيوت اكلهم وجباتهم، واعمل دار ايتام ودار مسنين. انا محتاجه حد يقف جنبي، حد يساعدني ماديا او عينيا. عشان اللي هقدم ماشي فقط. ورجع لكم تاني ولسه مكملين معاكم في برنامجكم الجميل المفضل اللي بتتفرجوا عليه دلوقتي. طبعا قبل ما نرحب بيكم، والله انت نسيت اسم البرنامج. لا انا نسيت سيداتي. سيداتي بس صغيرينا. اسمه ايه البرنامج؟ انا نسيت سيداتي. غلط، سيداتي انا سيدي. شفت انا عارف انك انت نسيت اسم البرنامج. انا حتى حطيت الستات في الاول عشان يبقى ليه ديسفير. شفتوا بقى، شفتوا يا جماعه، شفتوا الناس. ما هو البرنامج ستات. بقول لك كمل خلاص، كمل خلاص. انا الحصان وجاي اقعد معاكي من اولها كده. اتفضل. عايزه تتخانقي وخلاص. اتفضل. طيب قبل ما نرحب بضيوفنا ونقول لهم الحمد لله على السلامه، ونقعد نتكلم معاهم في المواضيع اللي احنا بنتناقش فيها. احنا النهارده بنتناقش، عشان الاستاذه كانت قالت لنا في الفاصل، احنا بنتناقش على موضوع وسر ان الراجل بينزل على القهوه. طبعا ما جابتش بقى سر ان الستات كمان بتنزل على القهوه. فهنرحب بالضيوف واحده واحده. لا معلش بقى، وانت يعني حلو ليك وحش لينا، لازم نتكلم على الاثنين. هنرحب طبعا بالاستاذه الصحفيه سلمى السويكي السويركي. اهلا وسهلا، منوره الدنيا. انتوا بتقعدوا على القهوه عادي زي ما احنا بنقعد على القهوه؟ طبعا. ماشي. ونرحب كمان بالمخرج الجميل معانا استاذ يحيى شاهين. اهلا وسهلا بحضرتك، نورتنا. وكمان الاستاذ فتحي فريد باحث بقضايا النوع الاجتماعي، وده اللي هنساله. طبعا عايزين نعرف ايه النوع الاجتماعي ده. لو منورنا. منور الدنيا. بس انت بتخطف الضيوف كده؟ والله مش انت اللي قلت لي واحنا داخلين على الهوا خد قد ما انت بتقول. انا هقول لك النضاره بقى. انا جاي النهارده اريح. لا انا بسيح. يعني انا جاي بريحك ما تقص عليك. انا ما بسكتش. يعني انت دلوقتي خلصت الضيف وقعدت تقعدوا على القهوه، او بنقعد على القهوه ما احنا قاعدين لوحدنا في البيت، هقعد في البيت اعمل ايه؟ اكلم الحيطه؟ طب ما انا بنزل. وبعدين يجي بعد كده يقول لك لا ما تخرجيش، لا ما تعمليش، لا ما تسويش، انسي اصحابك، ركزي معايا انا بس. وفي الاخر هو سايبني قاعده بكلم نفسي في البيت وهو قاعد على القهوه. طب ما اروح انا كمان القهوه. يعني بتقعدوا على القهوه انتوا كمان؟ فهم لو لقيت حد يقعد معايا في البيت يدلعني، ياخد باله مني، ياخدني السينما، ياخدني يعشيني، يقعد يتفرج معايا على فيلم في التلفزيون، على برنامج، هقعد في البيت. انما ايه اللي مش هيقعدني في البيت يعني؟ عشان اولادي. ما هم بيناموا الساعة 9 10 دلوقتي. بقى بيناموا الساعة 9. بيناموا الساعة 10. العيال بتنام الساعة 10. اقعد انا من 10 ل 3 اعمل ايه؟ يا لهوي، انتوا بتقعدوا لغاية الساعة 3 في الشارع؟ لا انا بقول لك عموما. ماشي. طب اتفضل سيادتك. هبتدي نتناقش بس ما نتكلمش. انت اللي بتحارب نفسك. والله انا ما بحاربش حاجة. انا حارب نفسي. طب انا عايز اسال سؤال. اتفضل. العلاقة القوية الوطيدة وطيدة كده كده المقدسة فعلا ما بين الرجل والقهوه؟ لا المازل. مش علاقه يعني. اولا وثانيا اقول لحضرتك على حاجه، موضوع القهوه ده موضوع يعني من قبل الجواز.
تمام. انا هقول لحضرتك بالنسبه برضو موضوع هو مش موضوع القهوه بس، يعني يعني حاجات كتير قول يا مخرجنا. ايوه انا اوضح لك بس. لا 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 الدخله دي تعجبك قوي قوي قوي، لان انا ملاحظ انك مهاجمه قوي الراجل، بس انا هوصل لك ان الراجل برضو ايوه يعني معذور. ما والله اغلب مخلوق نبي. والله العظيم احنا نجيب له شاي، ده احنا نجيب له شاي والله. يا عيني الله لا يقول له خليك كمل اتفضل سيادتك تمام. هو الراجل جاي من شغل حلو تمام، جاي يقعد في بيته كان هيتغدى هينام هينزل، طبعا السبب بتزعل ان هو بينام لا هو المفروض ان هو يفضل قاعد تمام ويسقط. ولا حلوه حياتي برافو عليك الاولاد تمام يا حياتي وانت خسيتي يا حبيبتي انت بقيتي رفيعه بسم الله ما شاء الله جميله ولازم يقعد يقول لذيذ وكلام كتير كده. ما حدش قال كده على فكره، انا عايز اقول لك انتوا بتتقولوا علينا. لا مش بنتقول، لا كمل انت فندم. هوصل لك نقطه سريعه قبل ما اتكلم عن موضوع القهوه. انا هوصل لك ان الراجل تمام الست بالنسبه له جزء من حياته، ولاده جزء تاني، ايوه اهله جزء تالت، شغله جزء رابع تمام، حياته جزء خامس. الست بقى بالنسبه للراجل هو كل حاجه تمام. فهي عايزاه الاله اللي نازل لها لكل حاجه هي تقولها مطاع. هو برضو انسى معلش يعني الراجل عليه لود برضو، والست برضو مش هقول لك معلش ولا بس علي الراجل برضو عليه لود. فكره هي فرق ترتيب، مش فرق ترتيب هو فرق. ما احنا كمان عندنا اهل وعيال وشغل واصحاب وحياه، هو اتجوزها بس هو فرق الترتيب. احنا سمين. بنحط الراجل نمره واحد، انتوا بتحطوا الست نمره ثلاثة تمام. هو هل اتجوزها واتجوز اهلها ولا اتجوزها بس؟ لا اتجوزها هي هي على فكره، ماليش دعوه باهلها. طب انا جوزتك انت واهلك، طب انا جوزت الراجل هو واهله يعني. ايوه هو اهله، لا ما فيش ست هتقبل هو اهله. بس هي جاوبت جاوبين دلوقتي. ايوه انا بحس كده لوحدها. ايوه اتجوزها في منت دخلت على مريم كده. انا هلم حاجتي واقوم امشي. انا والله ما بتكلم اهو. اتفضلوا بقى كمل. لا انا هرجع ورا كملوا انتوا مش هتكلم تمام. انا بس انا مبسوطه انك انت اعترفت ان الراجل بيبص للست على ان هي جزء من حياته وليست خالص هي الجزء الاساسي في حياته. لا هي الاساسي طبعا، امال مين اللي هيربي العيال؟ هي اساس عشان هتربي العيال مدرسه، مش الام مدرسه؟ هنا عادتها عادت الشعب الطيبه ده. هي دي اسباب الطلاق، انك انت بتفكر ان الست هي بس عشان العيال. لا 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 ما تشتغلش على العلاقه اللي بينك وبينها. لا لا في برضه علاقه عميقه وفي كلام كويس وفي رومانسيه وفي كل حاجه حلوه كده ان باسون كده على الطاير كده. انا هقول لحضرتك على حاجه حلوه الامباسون دي عجبتني. لا لطيفه فيها ان باسون. هي مشكله الطلاق اللي حضرتك بتتكلمي فيها هي مشكله عدم الرضا بين الجزء ده والجزء ده، وسبب مشاكل الطلاق معظمها هقول لك الرجاله مش الستات. بس في ستات يتفت لها بلاد بصراحه. بس هقول لك ليه بقى المشكله في الراجل. شوفي انا جبت بقى المشكله عندنا هنا. اتفضل. الراجل يعني الست تحب تسمع كلام كويس تمام. الستات سياسه. اللي يعرف السياسه بتاعت مراته ده كده رئيس جمهوريه بيته. احييك خلصت الموضوع. احييك هو ده الكلام الصحيح في المكان الصحيح في الوقت الصحيح. كمل يا استاذ. واحنا نكره انا عايز رئيس جمهوريه استاذ يحيى والله. ايوه بس المشكله بقى ان الستات اللي بينرفز الرجاله في نقطه معينه ما بتنقيش الوقت المناسب انها ممكن تتكلم معاه فيه. يعني في راجل بيبقى جاي من شغله تعبان او في لود عليه جامد، دي منتكره تتفتح هو طبعا يعمل كده. ممكن بص هو بيريحها بس عامل كده، تقول له ايه انت خدت بالك بقى من النقطه دي؟ لا. تقول له طب ايه هي النقطه؟ يقول لها معلش عيدي تاني كده. انت من انت مش مركز معايا، مش مركز معايا انا خلاص ما بقتش. هو هيركز فين ولا فين؟ على فكره انتوا على فكره انتوا عندكم كليشيهات افلام. القهوه بالنسبه له، القهوه بالنسبه له. انا هقول لك برضه القهوه بقى، نرجع لموضوع القهوه. ايوه كده نرجع لموضوع القهوه. هو بينزل بقى فاضي دماغه نرجع فلاش باك بقى. انجز فاضي دماغه القهوه. ايه هي القهوه؟ هقول لحضرتك على حاجه. بالنسبه للرجاله عامه اصحابهم هي نقطه المرح بالنسبه لهم او الضحك تمام. ده النقطه اللي هو بيفضي بيها الروتين اليوم اللي خلاص بقى هي تضحك مع صاحبه، يلعب مع ده، يهرج مع ده، دي عشان يعرف يستقبل اليوم اللي بعده. يعني انا لو هزرت معاه وضحكت هيقعد في البيت؟ ما هو انت هيضحك برضه هيقعد معاكي في البيت، مش هيقعد معاكي كتير. طب ثانيه واحده معلش، حضرتك كرجل تتبنى هذه وجهه النظر. ثانيه واحده، رجل اخر يتبنى وجهه نظر اخرى اكيد. لا ده انا ده قبل ما تخش للرجل الاخر. انا عايز اخش للست الاول. يبقى راجل ست راجل. ايوه سلمى ستتشقلط دلوقتي. شقلط راجل ست. طب انا هسيبها لك ماشي عشان انت ضيف. اتفضل. راجل ست راجل. انا مش في بيتكم تقعدوا تزلونا. اتفضل. عشان انت ضيف عشان انت ضيف. اديني قاعده ساكته اهو. ها اتفضل. انا كنت هسيب سلمى للاخر لما اخد وجهه نظري. اتفضل. عشان الاول هنفهم برضو الموضوع بتاع الاستاذ ده. النوع الاجتماعي. دي الموضوع لوحدها. بس قبل ما نطلع من النوع الاجتماعي خش بقى الاستاذه سلمى. دلوقتي كانت بتتكلم في مشكله ان الراجل والست. الست بقى
شايفه ان فعلا القهوه دي ضرتها والبلاي ستيشن ده ازمه في البيوت ومشاكل ولا لا؟ بص انا بس في الاول عايزه اقول حاجه. اتفضلي. ان الست تكوين حلو والراجل تكوين تاني. اكيد تكوين عقلي وجسدي كله ده حاجه وده حاجه. تمام. الست بتفكر بطريقه والراجل بيفكر بطريقه. هو صح وهي صح. بس الفكره ان انت مش يعني عارف انت اللي هو ايه زي يقول لك ايه هي من كوكب وهو من كوكب تاني. حلو. هو ليه وضع معين وتفكير معين. هو عايز يجي من البيت طبعا تعبان شقيان وكل ده برضه عشان بيته مش عشان حد تاني. فبيجي بيبقى عايز يفضي دماغه يفضل قاعد في البيت مستريح ساكت بتاع. الست طبعا حقها مع ضغوط اليوم كله عايزه تقعد تحكي مع جوزها تفرغ كل اللي عندها ليه ما بتشوفوش طول اليوم. أكيد. فلما بيجي بتقعد تقول واحد اتنين تلاته والموضوع هو بيبقى زي ما يحيى قال بيفضل قاعد ساكت. اه انت مش مهتم. اه انت مش عارف ايه. فبيبدا عنصر النكد. هي مش قصدها تنكد. هي قصدها انها تلفت نظره اهتم بيا. حلو. مش كل الرجاله قادره على ده. ماشي. في رجاله عندها اللي هي زي ما يحيى برضو قال سياسه ان هو بيقدر يسايس الست اللي قدامه او يقدر يديها جزء مش هقول كل لان هو مستحيل هيديها كل. بس على الاقل الوقت اللي هو قاعده معاها بيديها اهتمام بيديها حب بيديها رعايه. لكن هو في ناس او رجاله معينه لما تيجي تدخل اه هتقعد ترغي بقى وتقعد تقول مش عارف ايه الكلام ده كله فانا هفكني. بصي يا حبيبتي بيقفل عليها بيحولها بقى عشان يقطع عليها السكه لو داخل مقشر. بالظبط بالظبط. انا داخل انام. اه انا بصي هقول لك على حاجه. انا في حد صاحبي عنده مشكله ولازم انزل له حالا ينزل يقعد على القهوه. عنده حالات وفاه في الشهر 6 7 كله لازم عايز اهرب. والله بص هي الفكره كلها ايه ان هو هيقوم نازل القهوه يقعد بقى ايه هزار ضحك مش عارف ايه طاوله يعني عارف انت اللي هو جو كده فعلا زي ما هو بيقول ان هو بيفصل عن الدنيا كلها. حلو. وبيرجع البيت. في رجاله ذكيه انها بترجع البيت بقى حلوه لذيذه بنت ناس كده متربيه حبيبتي دلع كلام حلو واهتمام. خلاص بقى فرغ كل طاقته وكلامه واصحابه وغزر وضحك ورجع للبيت للست اللي وكمان في عيب في الراجل يعني إيه بقى هقول لك هو ما بيفصلش ما بين بره وجوه. يعني انت دلوقتي عندك ضغوط في الشغل. طب لا يعني كزوجه انا مالي. صح. يعني انت المفروض ان انت لما بتدخل البيت مشاكل شغلك مشاكل دنيتك كلها بره. حلو. انا كست بس انا ضد الفكره دي لعلمك. احنا شركه في الحياه انا لازم اشيل معاه. يعني انا سمعت الكلام لغايه الاخر بس هي فعلا زي ما هي قالت انت لازم تتكلمي مع الست لازم يكون متطور. لا ما انت هتتكلم مفيش مشكله. لا 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 انا ضد ان انت تيجي من بره متضايق مخنوق تطلع غلك فيا. لا ما تطلعش غلك. لا انت تحكي معايا ان احنا ناخد اراء بعض ان احنا نتكلم. بصي انا عندي مشكله ايه رايك فيها. فانك انت تاخد انت كده بتحترم دماغها بتحترم رايها. لكن مش تدخل مبوز بوزك شبرين وداخل المفروض بقى ان ايه يلا حضري الاكل يلا. لا هي مش قدام عندك. سمعت راي ست خلاص استريحت. هو انا مش مقتنع بيه قوي بس ماشي. انا مش هزعلها طبعا. انا مش هزعلها. انا معتمد على ربنا وعليك. كلنا على الله يعني الحلقه دي بالذات كلنا على الحلقه دي انا معتمد عليك على فكره. انت راجل متفتح وانت راجل باحث. لا خالص ولا اي حاجه. انا عندي بس ملاحظتين في الاول. الملاحظه الاولى كانت على المقدمه بتاعت حضراتكم في البدايه لما الاستاذ ممدوح اتكلم عن نسبه ليها علاقه مش عارف احصائيات مين ام حسن بتاعه انه يبوس ايديها ولا يبوس ايده. يعني مش ام حسن خالص. احصائيه مع كامل احترامي دراسه. اه يا ريت تجيبها لي وتجيب لي مصدرها ومين اشتغلها وطلع سنه كام وانت كمان. بس في دراسه ثانيه طلعت من المركز للتعبئه والاحصاء بتقول دي كانت في 2015 على مصر ده في مصر جهاز مركز التعبئه والاحصاء. اه قالت الدراسه دي انا هحتاج الدراسه دي. ان 35% من اجمالي الاسر المصريه بتعولها نساء. يعني في ثلث البلد دي على اكتاف ستات بس. حلو قوي الكلام. طب تعالى بقى نحسبها نرجع بس معلش اكمل بس انا خليك تكمل. بص يا دوب حافظ بس البقين اللي لهم بسرعه. لا 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 والله هناخد بسرعه. دي بس فرصتي معلش انا قاعد مربع على فكره. انت تاخد بسرعه اكمل بس اكمل مقاطعين بقى. سيب الراجل يتكلم. ابو عندي ملاحظه ثانيه عند الاستاذه لما اتكلمت حوالين ماشي اتفضل. الاستاذه لما اتكلمت حوالين تكوين الراجل وتكوين الست ده ليه علاقه بقى بالدور الاجتماعي اللي كنت تسالني عليه في البدايه بقى. ايوه مفيش حاجه اسمها الفرق بين الرجاله وبين الستات هو الجزء البيولوجي بتاع الحمل والولاده والاخصاب. تمام. صدق الله العظيم. أه. مفيش اي فروق تانية عندنا ربنا خلقها ولا نزلت في اي حته ولا شفناها في مجله ميكي ولا في المجله العلميه بتقول ان في فرق تاني بين الرجاله والستات الا فيما يتعلق بالجزء البيولوجي وحسب. أه. اي كلام تاني ده له علاقه بالادوار الاجتماعيه ومختلفه وفقا للنطاق الجغرافي والزماني والمكاني والعقائدي والثقافه الشعبيه والى اخره. يعني احنا قاعدين هنا هو دلوقتي بنتكلم في كلام مهم جدا او مش مهم وفقا لرؤيه البعض او البعض الاخر حوالين الستات تقعد على القهوه والراجل نكدي والست نكديه وهو حشر وحشريه. في حين انه على حته ثانيه في الكره الارضيه الناس لسه بتتفاوض على حق الستات في القياده. في حته ثالثه من العالم الست وزير الدفاع. فهو ده بس فكره الادوار الاجتماعيه والناس متفاوضه. الله اكبر الله اكبر الراجل بيقول كلام زي الفل على فكره. في خلاصه بقى الجزء بتاع القهوه وعنوان الحلقه الكبيره المطاطي هو بيبدا من الاول من التربيه.
بيبدا من فكره ايه هو الجواز وايه العلاقه، هل احنا بقى جايبين خدامه في البيت تمسح وتكنس وتقعد على السرير بالليل لما بقى انا فاضي حلو. ولا هل انا معايا شريكه في الحياه جميل. وهل العيال عيالنا دولت بقى احنا هي بقى تنيم العيال وهي تربي العيال وهي العيال والعيال دول انا علاقتي بيهم ايه واخدين اسمي وشكرا على كده ولا بس ده اللي محتاجين نتكلم فيه اكتر نقطه فاهمين طبعا. هي الفكره بقى شراكه ولا شراء وبيع؟ شراء وبيع خلاص. لا شراكه طبعا. نرجع لبعض بقى في الاول خالص لما انت قلت لي الاحصائيه دلوقتي هات لي احصائيه عندنا في مصر قد ايه نسب الطلاق وهات لي بره قد ايه نسب الطلاق وهتلاقي احنا رقم كام وهتلاقيه بره رقم كام. علاقه دوت باللي احنا بنتكلم فيه علاقته ان حضرتك لما قررت او النسب الكبيره دي اللي احنا بنتكلم حواليها الناس ما فهمتش ماهيه الجواز الناس خد نفسك ما هو اللي حضرتك خد نفسك بس اهو انا معاك اهو احنا بنتناقش لحل الموضوع كل اللي عايزينه الراجل ما يقعدش بالقهوه ويقعد مع مراته وفي نفس الوقت الست ما تهملش في نفسها وتعرف تعيش مع الراجل مش عايز حالات الطلاق تزيد ما هو مش عايز الاكليشيهات بتاعت هو وهي مش عايز الولاد يعيشوا مع الاب ولا الام وشرع رؤيه والحاجات دي اللي بتكلم فيه دلوقتي لو جبت نسبه الاحصاء اللي عندنا في مصر عندنا ست كل ست دقايق في حاله طلاق واقل كمان واقل بس ده في امتى ده في امتى ده في السنه الاولى بس من الجواز تعالى بقى شوف دلوقتي بره نسب الطلاق قد ايه ليه تكاد تكون معدومه ليه مش حاجه معدومه بس في نسب متفاوته النسب عندنا اقل اكتر ابو بره معلش ثانيه واحده ثانيه احنا بنفكر عندنا كراجل وست في تكوين البيولوجي ممدوح على فكره هو ده له علاقه باللي هو بيتكلم فيه فكره ان المجتمع بره بيقبل شكل معين واحنا المجتمع عندنا ظاهريا بيقبل انما فعليا ما بيقبلش احنا عايشين في ازدواجيه بنشوف ان الست حاجه والراجل حضرتك بتكلمني عن نسب الطلاق مثلا انا اسف يا استاذ يحيى يعني مثلا 90% من نسب الطلاق اصلا اللي بتحصل في السنه الاولى دي ليها علاقه بسوء الاختيار من البدايه هو عجبه الشكل والجسم والمظهر وهي عجبته الفلوس والجاكيت الجلد اللي لابسه هو عجبه اسم العيله اللي هياخده ويكتب عليه بقى شويه حاجات وياخد مصالح وهي عجبها السوليتير والعربيه اخر موديل مش كل الحياه يعني او باي مكان التفاصيل لما بيجوا بنتكلم على كل هي نفسها في الفستان الابيض هي نفسها في الفستان الابيض والكوشه وليله الحنه وهو نفسه يخش دول كل ولد وكل بنت برضه نفسهم كده برضه ده كل الناس بس هل بقى احنا الاثنين متفقين ان حلمنا ده مشترك وهنكمله سوا هل بعد ما غلبسنا الفستان وهو لبس البدله هل احنا الاثنين على مسافه واحده ان احنا هنكمل ازاي هنعمل ايه بعد 20 سنه احنا فين من ده هنا ده الكلام اللي انت كنت بتقوله في بدايه الحلقه يا ممدوح الفكره ان الناس بتاخد المظهر وبعد كده بس هو بيقول لي الاحصائيات مش موجوده والحاجات دي مش موجوده فبقول له لا طب تعالى احنا بصينا على الاحصائيات هتلاقي اللي حضرتك اتكلمت عليه بتاع بوس الايد ده مش مسمع ثواني بقى عايز ارد في موضوع بوس الايد بقى ولا اتكلمت بيكي والله ولا سمعته في مجله ميكي والله يا حاج سبتك تتكلم وانت بتقولي برده ما سمعتوش لا انا بكلمك على حاجات موجوده من جهاز الدوله بس لا انا بكلمك على بوريها منين بقى في الفصل حواليك ماشي حاضر ثواني يا استاذ طب احنا نعمل قعده عربي نتكلم بص الايدين هو النبي عليه الصلاه والسلام لولا يعني لولا السجود لله وحده لامرت الزوجه ان تسجد لزوجها ده النبي عليه الصلاه والسلام انا شيخ ولا انت شيخ الازهر فما نتكلمش في ثواني بس علشان بقى هنتكلم بقى في الاسناد وهنتكلم في المواقف الاسرائيليه وهنتكلم في منطقه سوريا بتاعتنا انا بنتكلم بقى هو بيقول بص الايدين لا ما هو انا بقول لك على حاجه زي ما انا بحط كل حاجه عليها قال الرسول وقال الله هو زعلان هو زعلان الكلام ده في اقاويل ثانيه ومردود عليه اسناده ضعيف وكلام ده يعني ايه اللي يختلف بين الزوج والراجل منطقه كبيره يختلف ما تدخلش منطقه ضلمه الرجال قوامون على النساء لا ما تدخلش منطقه ضلمه نقطه نظام عايز ايوه كده النساء على الرجال ينفع كده بقى لي ساعه بقول لكم استنوا ده برنامج اجتماعي وبرنامجي ونقطه نظام وسلمى الميكروفون مع سيادتك عشان هسالك سؤال مهم للغايه انا يستر يعني بعد الدخله دي انا تهدي الموضوع ولو خلي بالك لو جاوبتي عكس اللي انا عايزاه هيبقى في مشكله هنطلع فاصل انا هنطلع فاصل ده انا مش هروح لا انا دلوقتي عايز اسال سؤال لو انت النهارده زي ما كنا بنقول في بدايه الحلقه ان الست كمان بتخرج وبتروح تقعد هو خطفت في اول الحلقه وقال لك ما انتوا كمان بتروحوا تقعدوا على القهوه دي حقيقه طيب هل انت حقيقه ما انا عارفه بتروحي تقعدي على القهوه ليه؟ يعني تغيير طب ولو هو جه قال لك سيبي كل حاجه وركزي معايا انا بس هقعد معاه هتقعدي معاه؟ النبي لا ازاي انا مش فاهمه يعني ما اروحش القهوه واقعد معاه ولا افضل على طول لا يعني لو حياك حياه يعني صحابك دول بقى خلاص بقى ممنوع لا صحابك دول انسيهم انت ليه ننزلك تقعدي اصلا ما انا موجود ما انا وهو يسيبك وينزل بصي هقول لك على حاجه هي بتبقى اتفاق انت دلوقتي انا ليا صحابي وانت ليك صحابك انت مش عايزني اعرف صحابي بالتالي انت هتقعد معايا يعني يمشي على الكل لكن ان انا اسيب صحابي واسيب دنيتي وافضل قاعده مستنيه البيه عشان خاطر يجي هو اخر الليل بقى ويبص لي كده السلام عليكم مش نمت انا هاخد من كلامك الكلام يمشي على الكل انا مقاطع
انت مقطع، هو ابطل صوته، مش مقطعين على فكره، ابطل صوته ده فعلا على فكره. لا 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 الكلام يمشي على الكل. لا الكلام معايا بقى، الكلام حلو، انا يمشي على الكل، بيمشي والله. يعني الاتفاق الاول، الكلام يمشي على الكل، الاتفاق والسياسه والرضا، واهم من ده كله الرضا بين الاثنين. انا موافق، اكون مرضي، اكون مرضي وانا بعمل كده. طب ناخد سمر على التليفون. الو. الو. مساء الفل يا سمر. مساء النور، اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله، تمام، منورين كلكم. ميرسي. قولي لي ليه الراجل بيحب يقعد برا البيت يروح القهوه؟ انا معترضه معاكم في الحكايه دي بصراحه. انا عندي جوزي ما بيحبش القهوه، ما بينزلش على القهوه. لا بخاريه، جوزي بيلعب معايا طاوله في البيت. بخاريه بخاريه، ارجوك ده هيتحسب حالا دلوقتي. طب انا ومش هتروحيها تاني حاجه؟ بيقعد يلعب معاكي طاوله؟ بيلعب معاكي طاوله؟ اه بيلعب معايا طاوله وكوتشينه، وتقعدوا تلعبوا دومنا. مش عارفه شكل صح سمر دي. كوتشينه وطاوله، بس ما بينزلش بصراحه القهوه. 10 على 10 يعني اصبح يعني بيخرج مع اصحابه كم مره في الاسبوع؟ ولا مره في الاسبوع ولا مره. لا ده انت مسيطره جامد، انت تيجي تقولي لي انا ليا صاحبتي، انا ليا صاحبتي بتلعب طاوله في البيت مع جوزها وما بينزلش. تمام، نمره بالكنترول عشان ناخد المانيوال ارجوكي. يعني انت مسيطره جامد جدا. انا هقول لك حاجه، هي فعلا الست لو متجدده في البيت يعني بتعرف تلعب طاوله، دومنا، كوتشينه، عارفه تعمل كل الالعاب، تمشي على الحيطه، وبتعرف تلعب بلاي ستيشن. اكيد مش هتمشي على الحيطه، هو مش كائن غريب. لا هو يعني بتعرف تعمل كل الكلام ده. هو هيروح القهوه ليه؟ لا لا هو بيعمل، هو ما هي دي فكره في العلاقه زي ممدوح. العلاقه بيننا قايمه على ايه؟ هي بتعمله وبتعمله وبتعمله، هو بيعمل ايه؟ مكنه الاي دي ام هيبقى في ناقص. ما ينفعش اقول لك انت تخنتي وانا بكرش. ايوه يبقى انا لازم اهم حاجه عجباني جدا الحته دي. طبعا ما ينفعش يبقى انا مبقلص كده وماشي عامل كده اقول لك انت وعايزه هيفاء وهبي. لا يبقى هي لما تخس يبقى انا لازم قدامها مقابل ان انا اخس. هي لما تقعد وتلبي لي رغباتي يبقى انا لازم اقعد والبي لها رغباتها. يبقى في اتفاق ما بين الاثنين. فين اللي استنى كده؟ في كتير. ما هو الراجل هو ما بينزلش القهوه اهو، انا جبت من هو لسه مكلمه دلوقتي. ايوه بنت خالتي مثلا كلمت في التليفون او واحده خد التليفون ده فيه نوع. خد ايه يا نوع. الو. ايوه ازيكم عاملين ايه؟ الحمد لله. ايه رايك الراجل بينزل ويسيب البيت ويقعد على القهوه؟ لو الست مش مهيئه له جو مناسب في البيت لازم هينزل يقعد على القهوه، يا اما يخرج مع اصحابه، شرط قهوه يعني. والله انا حبيت الحلقه. الراجل بيحب الست تشاركه، تبقى متفاهمه، هو جاي من الشغل تعبان، لو في مشكله في البيت او مع الاولاد ما ينفعش تقولها اول ما يدخل من البيت. انا عندي سؤال مهم قوي دلوقتي. في امور معلقه في الحياه يجب اتخاذ القرار فيها. اقولها له امتى؟ ده البواب. في الوقت المناسب اللي هو يبقى رايق. اللي هو امتى الوقت المناسب ده؟ من الاختيار في الوقت اللي انت تتكلمي فيه لو عندك مشكله. ما ينفعش الراجل يبقى جاي تعبان وانت اول ما يدخل من البيت كده تقولي ده 1 2 3 4 ده هيقفل في وشك اصلا ويسيب البيت ويجي. يا جماعه طب ما ممكن اكون انا متضايقه. الناس عقلانين. جهاز ضغط هنا للاستاذه لو سمحت. جهاز ضغط يعني. وشايله برضه. شكرا على اتصالك الجميل وشكرا على المعلومات الطيبه. هو راجل وسندي في الدنيا. طيب على فكره، شكرا على المعلومات. على فكره عايز اقول على حاجه يا استاذه حنان. انا ما بقعدش على القهوه، ما بخرجش غير يوم الخميس بس مع اصحابي بس، وجايب وي في البيت وبلعب انا ومراتي واولادي عشان تبقى فاهم حضرتك. يعني مش حاله واحده بس، هو يوم واحد من ساعه ما اتجوزت هو ده اللي بخرج فيه مع اصحابي. حلو. يوم الخميس. جميل. يوم الخميس بس يعني لو في حاجه مع الاولاد لما باجي من الشغل مع الاولاد. يوم الخميس عندك للبيت مش هتخرج. ايوه كتير قوي برضه ساعات ما بخرجش. الراجل هو اللي برضه اللي بيهيئ. لما الزوجه بتلاقي ان الراجل مهيئ الدنيا هي اوتوماتيك هتهيئ الدنيا. صدقني هو الموضوع بس الاتفاق. حلو ده. يعني لو هو الاتفاق. لو هي لقيته بيقعد معاها كل يوم في البيت فهي بس برضه تقدر شغله. ما هو النهارده ثواني، النهارده في المعيشه اللي احنا فيها او الحاله اللي احنا فيها في شغل واثنين وثلاثه. يعني انا ساعات بطلع من شغل لشغل لشغل. تمام. فهي مقدره اللي جوزها فيه. تمام. يعني ما تتناقش معاه. فاهم انت الكلام العايم ده؟ لا مش عايز. طيب. لا الناحيه الثانيه هو بيقدر بقى انها اعتبرنا على اعتبار انها ما بتشتغلش. تمام. نروح على الحاله دي على اعتبارنا ما بتشتغلش. هي ما بتشتغلش، فهي شغاله في البيت بتكنس وتنظف وتطبخ. انت متزوج؟ وهي مسؤول. عندي بقى 10 سنين متجوز وعندي بنوته. عندك كم؟ عندي بنوته واحده. بنوته؟ الله يخليها لك يا رب تربى في حماك. فبعد ما تخلص شغل البيت عليها مسؤوليه لو عندها اطفال، في بقى مدرسه وفي نادي وفي مش عارفه ايه وفي وفي وفي. تمام. ده شغل غير مدفوع الاجر بالمناسبه، والمفروض ان الناس يعني في الدول المتقدمه والمحترمه بتتفاوض انه دوت المفروض النساء
تجازى عليه اجرا يعني او ما يساوي ده عشان ده عمل. وحضرتك لو بتخرج من 7 لغايه 8 في شغل و2 و3 او لغايه 10 هي بقى من صباحيه ربنا من قبليك لغايه لما انت بتيجي وتنام هي شغاله في البيت. معلش اكمل بس الجزئيه دي. اكمل والله. فالفكره ان انت بس اللي في الطحونه وهي قاعده منتخه ده مش حقيقي ومبقاش موجود حتى لو ما بتشتغلش. ضيف على دوت انها ممكن تبقى بتشتغل بقى كمان. كانوا بينزلوا يشتغلوا عادي وكانت الستات هي اللي بتاكل المواشي، هي اللي كانت بتحمل الجمال، هي اللي كانت بتعمل كل الكلام ده ومن غير اي مقابل. ده غير تربيه الاولاد وغير توضيب البيت وغير كل الكلام ده. وكان الرجاله بتشتغل طول النهار، يا بتعزق في الغيط يا بيراعوا النجر. ما هو كانوا بيشتغلوا هما الاثنين. ما هو التسفيه من الدور البيت دوت ده امر مش مقبول، مش منتظر مقابل. ما كانت بتربي الاولاد وبتاع. ما هو فكره ان انا بشتغل وهي قاعده في البيت بتربي العيال دي وكان تربيه العيال ده امر هايل. لا اقعد انت يا بيه في الشهر كده اجازه واتفرج على تربيه العيال. اللي هو بيتكلم طبعا هو التقدير ده اهم حاجه في الاثنين. فكره التقدير، انا النهارده كست بقوم فعلا بدور مهم جدا. لو انا قاعده في البيت ما بعملش حاجه او الراجل متخيل ان انا قاعده في البيت ما بعملش حاجه، فلا انا بعمل، انا واخده بالي من كل التفاصيل، انا عايزه ده يبقى مستريح وده يبقى مستريح وده يبقى مستريح، اكلكم وشربكم ونومكم وصحيانكم وتوضيب الحياه كل ده. كل اللي ست محتاجاه ايه؟ تقدير. ده في حاله انها ما بتشتغلش. حلو. في حاله انها بتشتغل محتاجه تقدير ومساعده. طيب انا سالت واحد قبل كده من الناس من رجاله يعني، انت ليه يا ابني بتقعد على القهوه كل يوم ما بتقعدش في البيت؟ قال لي انا بقعد في البيت قاعد مع كمبيوتر او قاعد مع ايباد او تليفون. فيعني ايه مش فاهمك. قال لي انا طول ما انا قاعد في البيت مع مراتي هي ماسكه تليفون واتساب وبتروح ماسكه صوره بتقرا في الانستجرام فاتحه الفيسبوك بتتكلم وشاتنج مع اصحابها. أيوة طب قاعد معاها ليه في البيت؟ حلو. هو ليه ما حاولش يتكلم معاها ويشبكها بقى في حياتها؟ طب معانا راجل على التليفون جابر. الو. الحمد لله. السلام. السلام عليكم. عليكم السلام يا استاذ جابر. بص يا ست الكل، اتفضل. دلوقتي لما الست تقول لجوزها، لما الست تقول لجوزها انا محرمه عليك، موقفها ايه شرعيا ودينيا وقانونيا؟ لما الست تقول لجوزها انا محرمه عليك، موقفها ايه السبب يعني شرعيا وقانونيا؟ محتاجين فتوى حضرتك من الازهر او من عالم دين يفتي في هذا الامر. نحن لا نفتي فيما لا نعرفه الحقيقه يعني. متشكره جدا لحضرتك. معانا حد تاني على التليفون؟ لا. طيب اتفضل حضرتك. ايوه انا حلو. فانا ما ينفعش ابقى قاعد في البيت. انا مش ناسي على فكره، انا نازل انا شغال. اه هبقى قاعد في التليفون كده معاه. طب انا قاعد مع تليفون مش قاعد مع زوجه، مش قاعد مع حد يشوف ويلبي طلباتي او يعيش معايا اليوم اللي انا عايشه. ايه اللي وصلكم للمرحله دي؟ لا ده الخرف الزوجي ده كلنا. فين زمان ايام الجمعه لما كنا كلنا بنتلم على الترابيزه؟ بلاش طبليه، على ترابيزه كلنا بناكل فيها. دلوقتي بقى في يوم جمعه عندنا في مصر؟ مفيش. لا مفيش. يعني زمان اصبح ما بقاش موجود دلوقتي. طب انا عشان ارجع الحاجات والقيم القديمه دي بقى انا محتاج اقعد في بيتي واقعد اتكلم واتناقش مع مراتي. الناس في الاوضاع الاقتصاديه والاجتماعيه بتاعت زمان عشان تتكلم عليهم النهارده؟ لا ما هو هي نفس الحياه. لا مش احنا عايشين هي نفس العيشه، نتنفس وننظر ونمشي نفس الحياه. لا بس احنا الحياة. بس احنا رتم الحياه واخدنا جامد جدا. على فكره ايام زمان كانوا رتم الحياه كانوا واخدهم جامد جدا جدا. هم كانوا ثلاث قنوات وكان عندهم زحمه وكانت قناه واحده. ما كانش فيه تلفزيون بس كانوا برضو عايشين هي نفس الحياه عايشه هي الاخير. أيه. عايشه. انت هتكيف حياتك ازاي؟ طيب خد انت اخترت غلط من الاول يا دعاء. خد دعاء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك؟ الحمد لله تمام. ايه رايك في القضيه بتاعت النهارده يا دعاء؟ والله انا محتاره ليه؟ انت متجوزه ولا مش متجوزه؟ جربت الاثنين. انا جربت يعني جوزي ما كانش بيخرج خالص. انا دلوقتي متجوزه بقالي 5 سنين. تمام. انا بيخرج ثانيه واحده بس جالي وقت قلت دعاء ما كانش بيخرج خالص صح؟ ايوه ما كانش هو ما كانش بيخرج ولا نفس النظام. احنا من بلد ارياف. انا كنت مبسوطه؟ يعني بروح غير عند اهلي بس. كنت مبسوطه هو قاعد لك طول النهار وليه في البيت؟ انا من نوع والله ببقى مبسوطه فعلا بصراحه. تبقى مبسوطه؟ انا بقى برتاح في قعدته. فانا دلوقتي يعني ولما جاله فتره بقى لما قعدنا مع بعض شويه كتار وانا قلت له زنقه بقيت اقول له اخرج مع اصحابك لان حسيت ان هيجي له وقت يخرج فعلا ومش هيرجع تاني. فجاء الوقت يعني انت اللي شجعتيه على الخروج؟ انت قلت له اخرج؟ لا والله كنت بقول له فعلا ايوه كنت بقول له يعني في يوم خصصه ليك اخرج فيه لان هيجي لك كابت من الشغل البيت ومن البيت للشغل خد يوم اجازه اخرج فيه مع اصحابك وانا مش زعلانه. تمام. والله بجد يعني ما بكدبش في اي كلمه. فجاء هو وقت بقى دلوقتي يخرج وما يرجعش غير متاخر. ساق فيها يعني هو ساق فيها؟ ايوه ساق فيها. اه بقى يخرج ما بقاش يرجع. طب ما اتكلمتيش معاه؟ ما تناقشتيش معاه في الموضوع ده؟ يا ما عدتيش تكلميه وتقولي له لا ما طب نرجع يوم كده ويوم كده؟ ايوه قلت له كتير. قلت له خلاص ما هو تعود. انت سبتي له الحبل على الغارب اتعود خلاص. في ايه؟ فتره بقى يقعد في البيت. لما انا قلت له زعلنا مع بعض يقعد في البيت ماسك التليفون 24 ساعه لو دخل الحمام بيخش بالتليفون
فانا يعني حسيت ان الغروب اول سيبيه سوق مضروب كله سيبيه سيبيه يخرج ويجي سوق مضروب ايه سوق مضروب والله خليه طب طيب ميرسي شفت بقى مرسي احنا ناخد الكلام ده نتكلم مين فوته مهمه وقبل اي شيء برضو جوزها لازم تعدل يعني انت ما كنتش بتخرج خالص ومره واحده بقيت تخرج كتير لا اعدل ما بين الاثنين اخرج مفيش مشكله بس في نفس الوقت ارجع بدري واقعد يوم اجازتك تقضيه معاها لازم تعدل ما بين الاثنين ما ينفعش انا طول النهار رامي الحبل على الغارب هتبقى محتاجك اوقات كتير عشان تتكلم معاك ما ينفعش طب خليني اسال فتحي سؤال مهم جدا فكره نظريه المساواه نظريه ان احنا ادوارنا في الحياه الزوجيه المفروض تكون شبه بعضها وفيها قدر من المساواه فبرضه فكره ان يبقى في احترام لخصوصيه الاخر وان اديله مساحته دي فكره لازم تكون موجوده برضه بين الازواج صح طبعا. يبقى اذا لو انا النهارده راجل وبخرج وبروح وباجي وعايش حياتي ومراتي موافقه لو مراتي جت اتضايقت وكلمت معاك هل هتتقبل ده ولا هتيجي تقول لها احنا من الاول دي الحياه ما بيننا وانت قبلها ما دام احنا متفقين وحصل بعد شويه هي مش مبسوطه بالاتفاق ده ينفع نغيره هو مش قران مش مقدس كل شيء قبل التغيير يعني هتقبل التغيير بس الرجاله او الستات يقول لك احنا مش متعودين على كده ما هي الفكره احنا داخلين حرب وعند مع بعض انت هتقولي كلمه اقول لك لا ما عشان انت اللي قلتي انا مش هسمع الكلام ولا احنا الاثنين عايزين نعيش مع بعض بسلام ونكمل هي الفكره عايزين نقعد نعيش في سلام والله بس اللي مقرر يكمل هيكمل اللي مقرر بقى يعمل فيها عنتر وسيد مش عارف ايه وهو السيد وهو الدنيا والاخره خلاص ده قراره ويعيش بقى يعني لما النهارده مثلا اتنين اتخانقوا مع بعض الراجل والست اتخانقوا بقى شدوا مع بعض هي بتعمل حاجه مش مريحاك وانت بتعمل حاجه مش مريحاها هتحلوها ازاي لازم هتوصلي بشكل ما ايه المشكله مين السبب فيها وفي الاغلب الناس يعني بيبقى عندنا رجاله وستات مين هيسيب رجاله وستات عندنا المشكله دي بتاعت انا مش هتنزل الاول هي دي بقى بتاعت مين هيسيب الاثنين عندهم نفس المشكله لا الرجاله بس ولا الستات الاثنين شايفين نفسهم صح احنا بنتخانق بقى ما هو في الخناقه خلاص احنا الاثنين في شخص هيكون اعقل ممكن انا افوت مره هي هتفوت مره الشاطر فينا اللي عايز يمشي هيمشي أيوه. واحنا الاثنين لازم هنمشي ناخد الراي الذكوري عشان انت خلاص ممثل الراي الذكوري هنا هنا الراي الليبرالي وهنا الراي الذكوري بص اقول لك على حاجه المشكله عامة يعني بالنسبة للموضوع لو اتنين اتخانقوا اللي بيضايق الراجل عامة ان الست ترد مهما كان هو ايه ان الست ترد عليه سيبيه وهو هيسكت لوحده صدقيني هيسكت لوحده اكتر حاجة تنرفز الراجل ان هي ترد انما انت اي حاجة سجلنا الطلعة دي كمل لك الباقي اجمل حاجة الامتصاص اي مشكلة بين زوجين ان هي تفتكر له الحلو وهو يفتكر لها الحلو اكيد طب ما الوحش يعني موجود ثواني ما انا اقول لك بس ايه المشكله هخفيه وخلاص والمشكله الاكبر بقى وهقول لحضرتك المشكله الاكبر في نسبه الطلاق اللي بقينا موجودين فيها السوشيال ميديا واحده اتطلقت تطلع تقول انا بقيت زي الفل من بعد ما اتطلقت وعملت شعري وتعمل كده وتعمل حفله وتعمل حفله وتورط وتعزم صحباتها الثانيه شايفه ان ده لا حول له ولا قوه عايزه تشقلط اخرى هتعمل ايه هوب تستنى ميزو لما يجي لو واحدة عايز تطلع عشان مفيش سبب جوهري تبقى دي مشكلتها الشخصية على صدقيني مش مشكلة مفيش الراجل عايز يخرب بيته مفيش راجل تعب وطلع عينه لا 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 الستات ما شاء الله التفتح ده كان سبب انت عايز تحط الست في ام مش ام والله الست لا بالعكس والله الست انا بحترم الست جدا انا بحترم ام ست بنتي واللي ربتني ولا بتكلم مع حضرتك على فكره يعني انا عايز اقول لحضرتك حاجه بس مش ماما واختي وبنتي وصاحبتي ليهم ادوار اخرى في انا لما جيت اتجوز قلت لها انا شغلي كله مع الستات شغلك كله مع الستات شغلي كله وهي متقبله وانا خطيبها قلت لها انا شغلي كله مع الستات تمام لما واحده بتتصل بيا بكلمها قدام مراتي لان ده شغل هي دي بترجع للعقلانيه الثقه في النفس الطموح والرؤيه والفيجن الحاجات دي وما فيش يعني مش هقول لك ما فيش حاجه ما بيبصش احنا بنبص بس هو يعني كلنا بنبص فيش رجل ما بيبقى بس الحته معينه بس بنحب ننكش يعني ثانيه واحده راي الانساوي على الله تفضلي يا اخساري لا انا معاه في حته ان لما يبقى هو جاي متعصب او في مشكله ان هي ما تردش ونفس القصه عند الست لازم ما تردش اقول لك ليه اللي هترد دي يبقى حاجه من الاثنين يا بايع الراجل ده ومش عايزه حياتها ومش عايزه عيشتها لان ممكن في عصبيه ولا طب يلا بالسلامه انت ترد في يا جماعه ما الست عندها ضغوط كل ده كائن بشري حضرتك ممكن لو ما كانش الست تقدر تستحمل ما كانش ربنا رزقها وقال لها يلا احملي وخلفي وجيبي والله لما ما بتردش بتصل بيها ولا ما تزعليش انا اسف لا كتر خير والله العظيم تلاتة الف شكر والله ده يعني وعلى فكره اقول لها على حضرتك انا اقول لها مراتي بتشتغل وبقدرها كتير جدا لان انا شايفه انها تعبانه وبتلحق عشان تقعد تذاكر مع الاولاد انا ما بذاكرش الاولاد هي اللي بتذاكر للاولاد تمام فانا بقدرها في حاجات كتير بس اقول لك ممكن يبقى في خلل بالنسبه للزوجه المضافه او في خلل مثلا هقول لك مثلا في حاجه بس انت كراجل تقدير ومساعده بتقدر النقطه دي انها بتشتغل
على فكره المساعده انا بغسل مواعين في بيتي وبمسح بيتي وانا والله لازم انضفه والله وبعد عايز عايش لوحدك اصلا لوحدك مش لوحدك مع امي ما هي امي ما انا اقول لها يا حاج اعملي كل اللي انت عايزاه اعملي لي اكل انا اعمل له على فكره انا احضري لي نسكافيه لا انا بقوم اعمل ده العلاقه انا اتربيت كده بقول لك ايه يا فتحي انا بقول لك العلاقه بالتربيه الله يفتح عليك بس العلاقه بالتربيه مش هات لي كوبايه الميه بتاعتنا يلا نمشي طب فتحي دلوقتي تعالى نتكلم انا وانت كده حتى الست كمان ماشيه معاهم صنفه صوت استني بس لا الست لازم تكون عاقله لازم تكون عاقله هتحافظ على بيتها وتحافظ على حبيبها دي ما نقفلها بس عشان هقول لك حاجه فتحي دلوقتي تاكلني جوه بس لازم اخلص منها لا لا استنى خليك معايا بلاش عشان بتاكل انا اللي بديل يا حاجه تعالى انت تعالى تربي دلوقتي حبل مشدود ما بين راجل وبين ست لو انا شديته قوي ايه اللي هيحصل في الحبل على حسب انت جايب حبل كتان ولا حبل بلاستيك ما هو ده بقى الليبراليه اللي انت بتقول عليها هي بقى تعالى بقى انا اقول لك بقى ده الحته بقى كانت واكلاني في الاول بتاع بعد كده هجاوبك لما اطلع لك الدور في طبق بندور جاوبني هجاوبك دلوقتي راجل وست بيشدوا حبل حاجه اسمها هي اللي لازم تستحمل ده مش موجود في القاموس الانساني الاثنين بني ادمين انت لو تسمعني الاثنين لازم يستحملوا حلو يعني لو انا شديت الحبل من هنا لازم دي ترخ شويه ولو شديت الحبل من هنا لازم يرخ شويه لان لو شديناه احنا الاثنين هيتقطع تمام فاصبح ان الراجل عليه عامل ان يسمع الست زي ما استاذ يحيى قال والست عليه عامل انها لازم تسمع الراجل لا الاثنين لازم يتكلموا مع بعض مش بس نسمع نسمع دي اوامر هو متعصب هتكلموا فيه انت صوتك مسلسل هو اشمعنى انت اللي ده تنميه ده كلام مش منطقي بشكل يعني صوتك مسلسل انا صوتك مسلسل وصوتها مش عارف ده مش كلام حقيقي ده كلام اكليشيهات فعلا بتاع عادل امام وافلام عربي انا مش فاكر فتح بقى انت كده دلوقتي متعصب وصوتي عالي اكليشيهات وتنظيم شايف انا دلوقتي كده الموضوع بقى مند على برندا وموضوع كده انا دلوقتي اتكلمت مع مراتي بصوت عالي كده ايه اللي هيحصل تحتويه يعني مش عيب هي دي مش عيب. السؤال بقى هي دي حلو لو انت بنفس النبره دي بره البيت هيحتووك في الشارع نفس النبره دي في اي حته هيحتووك والله ربنا لا يا فتحي بس عايز اقول لك هي برده مراته ما هو هي برده ممكن تبقى جايه متعصبه هو يحتويها الله يفتح هل هو بقى بيحتويها هو السؤال هنا لما النهارده كان بيتكلم قال لك مع ان كل واحد انا ما تزعقش قدامي هو قال جمله واضحه قال لك ما تزعقش قدامي اللي يعصب الراجل ان انا ما تزعقش يعني ما تزعقش قدامي المصريه الشرقيه طلعيها الفكره بتاعت انها ما تزعقش قدامي ليه ما تزعق يعني لا تزعق وليه ما تتكلمش هي الست بتزعق لحد غير جوزها اصلا ولا الراجل بيقبل حد يزعق له غير مراته وبتزعق الضيوف والله العظيم والله مصرية بتزعل الضيوف بقول لكم ايه انا ما شفتوش انا ماشيه هو اصلا الوقت خلص والله؟ احنا كلنا ماشيين خساره والله حطوني على فكره بس هو وما وصلتش لاجابه شافيه وافيه خالص على على فكره ده كل المكالمات جاوبت احنا مش محتاجين نجاوب هنا لا ولا خرجته وندمت ان هي خرجته انا لازم اعمل جزء تاني لازم تلغي الاعلى قصدي لا عايزين نجيب نماذج بقى نماذج حقيقيه تقول لنا الراجل يجي يقول لك انا بخرج من البيت ليه والست بتقول لنا برده هي متضايقه ليه ان جوزها بيخرج او هي عايزه منه احنا عايزين نماذج بقى انا هعمل حلقه تانية واعمل القصه دي لازم خلاص نعمل القصه دي طبعا نورتونا مش هنكون فيها على فكره عشان انا زعلت منكم كلكم ولا انا ولا انا احنا زعلنا منك برضه مش هنيجي احنا اللي مش جايين انتوا شرفتونا ونورتونا بجد والله انت طبعا انت هتبقى انت ضيف دائم في البرنامج عايزين نضحك على بعض انا بهزر معاكم لا انا نورتوني شرفتوني وسعيد بلقائكم جدا كلنا عندنا حته ست شرقيه طبعا جوانا ورجل شرقي مهيمن على المجتمع لو زعقت الكاميرات دي هتقع لا والله لا انت كده ما بزعقش بس هي الفكره كلها ان الست والراجل يفهموا ان خراب البيت مش سهل احنا بنعمل البيت بصعوبه ماشي انا مع الاستاذ في ان احنا عايزين فستان الفرح وبتاع والكلام بس في الاول وفي الاخر احنا كست مجرد ما بيتقفل علينا باب مع جوزنا بنحس ان البيت ده مملكتنا مش عايزين نخربه ايا كانت المشاكل كلمه الاخيره بقى اللي اقولها اتفضل اي زوج تعب في بيته تعب معنى كلمه تعب استحاله انه هيدمر بيته كلمه اخيره من فتحي استاذ فتحي نحترم بعض ونتعامل مع بعض ان احنا بني ادمين لا انا مش هحترم حد يا فهد انت قرار ممدوح قول لنا كلمه اخيره عايزين نشوفك اما تتجوز هتعمل ايه والله كلنا نجنش بتفيز مش هبقى زوج مثالي قوي يعني احنا عارفين لطبيعه الشغل اللي احنا بنشتغلها طبعا حضرتك عارفه يعني ما نقعدش لا انا ايه انا مثاليه في كل حالاتي اتكلم عن نفسك ارجوك طب ما انا عايز اكلم ولادك بقى واسالهم هم مثاليه ولا اسكت بقى اسكت انت نورتنا النهارده انا اتشرفت جدا بالقعده معاك النهارده وكان لقاء شيق جدا يا رب ان شاء الله نكرره تاني وتالت ورابع سعيد جدا بلقاء حضراتكم سعيد برضو ان انا كنت على قناه دريم ومع المشاهدين الجمال واحب اقول برضو لكل راجل وست التفاهم تفاهموا تصالحوا مع بعض ما تقفشوش على بعض وتدوروا على تفاهات وتتخانقوا وتعلوا صوتكم والجيران تسمع وتجيب ماما وتجيب بابا وتجيب خاله وفي الاخر اللي بيتدمر في البيت العيال الصغيره لا انت ولا هي العيال اللي بتطلع مش لاقيه لا بابا ولا لاقيه ماما وعايشين ما بين تشتت ولقيه ونفقه
خلي بالكم انتوا عندكم جيل يطلع صالح يطلع ضالح. انا الحقيقه الكلام ده انا موافقه جدا عليه، لكن في نفس الوقت لو الطرفين مدركين ان هم لا يستطيعوا خلاص ان هم يكملوا مع بعض، يبقى الانفصال بهدوء وبشياكه وبادب وباحترام افضل للجيل ده. بس المهم ان ما يحصلش عند ما بين الاطراف سواء هو متجوزين او منفصلين، لان هو ده اللي بيخرب كل حاجه. دي كانت فقراتنا النهارده، بعد الفاصل الفقره الطبيه، واشوفكم ان شاء الله بكره على خير. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. أحدث جراحات السمنة المفرطة والسكر بالمنظار. أحدث التقنيات الأمريكية لجراحات السمنة، تحويل مسار المعدة بالمنظار، تكميم المعدة بالمنظار، تحويل مسار الاثني عشر، التحويل مع التكميم. كل العمليات تجرى بالمنظار بفتحات صغيرة. دكتور كريم صبري، دكتوراه الجراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. وليد محمد مصطفى، الوزن 175 كيلو، جاي اعمل عملية تكميم المعدة مع دكتور كريم صبري. شفت دكتور كريم صبري في التلفزيون بيعمل عملية وحبيت ان انا اعملها، وان شاء الله عملية ناجحة باذن الله. استنينا بعد العملية. بسم الله الرحمن الرحيم، انا دكتور كريم صبري، النهارده هوريكم تكميم معده الاستاذ وليد. 175 كيلو، 32 سنه. الحقيقه طبعا احنا في بعض العينين بنعمل تحويل، والبعض الاخر بنعمل تكميم، وفي عمليات اخرى زي تحويل مسار المعده المصغر او تحويل مسار المعده التقليدي. في عمليه جديده اسمها الساسي او ثنائي التقسيم، او العمليه اللي هي اسمها البايبرتيشن، دي عملية تحت الإجراء أو تحت البحث. في عملية زي تحويل مسار الاثنى عشر، كل دي عمليات هوريها لكم النهاردة. لكن خلينا نقول حالة أستاذ وليد، احنا هنعمل تكميم معدة. إذا كنا مش بنحب السكريات بشراهة، أو مش من مدمن السكريات، أو احنا مش مصابين بالسكر والسكر بتاعنا مش منتظم قوي، ممكن نعمل تكميم معدة. هي عملية قوية في إنقاص الوزن إذا تم استخدامها استخدام الأمثل. بتنزل نزول وزن تدريجي دون الرجوع للوزن مرة أخرى أو زيادة الوزن مرة أخرى. بس خلينا نقول إن احنا في التكميم بنحاول نحافظ من أو نبعد عن السكريات اللي هي بناكلها بكميات كبيرة. هنستفيد من العملية استفادة تامة. العملية تجرى بالمنظار خلال فتحات صغيرة، بيتم استئصال تقريبا أكثر من 80% من حجم المعدة، وما يتبقى من المعدة ده بيبقى ثابت في كل العيانين. بندخل جهاز البوجي داخل المعدة وبنقص ما تبقى من المعدة. البوجي أو الجهاز الكاليبريشن تيوب بياخد شكل المعدة اللي المفروض تكون عليه، اللي هي هتخسسنا أو تخلينا الوجبة بتاعتنا توصلنا للوزن المثالي. بعد استئصال أو التخلص من الجزء الأكبر من المعدة، طبعا الجزء ده بيبقى فيه معظم هرمونات الجوع الجريلين. الجزء ده لما بيتشال بيخلينا بنشبع بسرعة، ما بنجوعش إلا على فترات كبيرة، وبالتالي نزول الوزن بيبقى سريع ونزول إن شاء الله مؤكد وآمن. رجوعنا للعمل ممكن نرجع بعد يوم من إجراء العملية. احنا بنقعد 12 ساعة، أقل من 12 ساعة بنكون خارجين من المستشفى من بعد إجراء العملية، وممكن نرجع للشغلانة زي ما قلنا في خلال يوم ما بعد إجراء العملية. هوريكم العمليات إن شاء الله النهاردة، ونطمنكم على الأستاذ وليد ما بعد العملية إن شاء الله. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. أحدث جراحات السمنة المفرطة والسكر بالمنظار. أحدث التقنيات الأمريكية لجراحات السمنة، تحويل مسار المعدة بالمنظار، تكميم المعدة بالمنظار، تحويل مسار الاثني عشر، التحويل مع التكميم. كل العمليات تجرى بالمنظار بفتحات صغيرة. دكتور كريم صبري، دكتوراه الجراحة العامة والمناظير بكلية الطب
جامعة عين شمس، مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا دكتور كريم صبري. أنا يعني النهاردة هوريكو انتور عملية تكميم المعدة. عملية تكميم المعدة هي أول خطوة فيها أن احنا بنعزل المعدة عن مجموعة الدهون اللي حواليها اللي هي دي. ده باستخدام جهاز الجشور أو الهارمونيك لو كنا بنستخدم جونسون في بعض الأحيان. هي طبعا احنا المعدة دي هيتم تصغيرها إلى 80% من حجمها. دي قبة المعدة زي ما احنا شايفينها، دي قبة المعدة الحجم الكبير ده. دي طبعا الشكل ده اللي هيطلع ما بعد العمليه. طبعا دي الدباسه اللي احنا المستخدمه. الدباسه دي عباره عن يعني اله بتدخل خلال قطر يعني 2 سم او اقل. الحقيقه طبعا احنا بنركب فيها الدبوس زي ما هتشوفوا دلوقتي، بنبتدي ندبس ونفصل المعده الى جزئين، الجزء اللي احنا هنشيله والجزء اللي احنا هنسيبه ده اللي هو بعد كده هناكل فيه. فدي الطريقه اللي بتدبس بيها الدباسه. طبعا بتبقى التدبيس بيبقى عباره عن 3 صفوف يمين 3 صفوف شمال، السكينه بتقطع في وسطهم وبالتالي تفصل المعده الى جزئين، الجزء المتبقي والجزء اللي هو هيتم عزله. بالصوره اللي احنا شايفينها دي بيتم عزل المعده الى جزئين. الدبوس طوله 6 سم. بعد انتهاء ال 6 سم دول بناخد دبوس كمان بالشكل اللي احنا شايفينه ده الى ان يتم عزل المعده الى نهايتها. تبقى عباره عن جزئين. احنا بنمشي على الكاليبريشن تيوب بحيث ان احنا ما نعملش ضيق في المعده، وكمان ما نسيبش جزء كبير بحيث العيان برده يخس كويس وينزل في وزنه مظبوط. احنا ماشيين طبعا لحد ما نوصل لنهايه المعده. ده يعني دبوس كمان ودبوس، يعني هتاخد كمان 3 دبابيس كمان، يعني بالمعدل تقريبا 6 دبابيس او 5 دبابيس في بعض العيانين. الجزء المتبقي هو الثابت في كل العيانين، الجزء المستأصل هو ده اللي ممكن يكون متغير ما بين عيان وعيان زي ما احنا شايفين كده. الجزء لازم نحافظ عليه، ناخد قطر المعده المتبقيه. ده شكل المعده بعد التدبيس. خلينا نطلع معاه عامل زي المزايه كده بالظبط كده، زي المزايه الصغيره. اما ما نسيبش جزء كبير من قبه المعده بحيث ان ما بقاش ده مساحه ان هو يخزن فيها الاكل ما بعد العمليه. بنعمل اختبار تسريب دلوقتي بالمنظر ده. بنقفل بوابه المعده الخارجيه وبنحقن ماده زرقة بقوة عالية. بنخلي المعدة عبارة عن زي البالونة. اتفضل بالمنظر ده. احنا عاملينها زي البالونة دلوقتي عشان تضغط على الدبابيس كلها بحيث ان احنا لو في اي مشاكل في المعدة تبان بعد كده. هي دي ببساطة تكميم المعدة. وده شكل المعدة ما بعد تكميم المعدة اهو، عامل زي المزايا صغيرة بالشكل ده بحيث ما يكونش في اي نوع من الالتواء او اي نوع من يعني عدم الاستقامة. شكل المعدة صغير زي ما احنا شايفين. قبة المعدة احنا شلناها كلها بحيث ما يبقاش فيها جزء اتمدد بعد كده بالاكل. عملنا اختبار التسريب وعملنا اختبار كمان النزيف بحيث العيان ما يكونش عنده فرصة ان شاء الله للنزيف او التسريب ما بعد العملية. الاسم وليد محمد مصطفى. العملية نجحت الحمد لله. ده عايز يعمل عملية تكميم يجي يعملها. ده دكتور كريم صبري. بسم الله الرحمن الرحيم. بطمنكم على الأستاذ وليد. الحمد لله هو أمن السلامة. عمل تكميم معدة معنا النهاردة. احنا في خلال اللي هي الساعتين ما بعد العملية، الحقيقة طبعا المفروض ان احنا بنتمشى دلوقتي، بعد 6 ساعات بنبتدي نشرب، خلال 12 ساعة بنبتدي نروح بالسلامة، عادة العمل بعد يوم من اجراء العملية. عملية تكميم المعدة زي ما شفنا هي عملية خفيفة وزي ما شفنا في العمليات، يعني تجهيزها بسيط، العمليات بتاعتها بسيطة برضو في وقت قصير. ما بعد العملية في ساعتين بنلاقي نفسنا في وضعنا الطبيعي، ونزول الوزن يعني بيبقى مؤكد، وخلال فترات بسيطة بننزل الوزن اللي احنا عايزينه بصورة منتظمة صحية سليمة. وتمنياتنا للشفاء لكل الناس. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. احدث جراحات السمنة المفرطة والسكر بالمنظار.
أحدث التقنيات الأمريكية لجراحات السنة، تحويل مسار المعدة بالمنظار، تكميم المعدة بالمنظار، تحويل مسار الاثني عشر، التحويل مع التكميم، كل العمليات تجرى بالمنظار بفتحات صغيرة. دكتور كريم صبري، دكتوراه الجراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. يا مساء الفل، فقرة جديدة وفقرة طبية مفيدة لبشرتنا، لجمال بشرتنا، لكل ست بتعاني من هالات سودة، لمش، بقع، كل الحاجات اللي بترهقها وتصحى الصبح تشوفها في المراية وتقول النهاردة شكلي مش حلو خالص ومش هخرج، يا إما تحط عليها ميك اب وتزود الميك اب وبرده ما بتنتهيش وما بتتداريش، وبعد شوية تلاقيها بقعت وشافتها قدامها واتضايقت تاني. عشان النهاردة معانا كريم حلو قوي قوي، لوشن هايل جدا، تفتيح ان شاء الله هيكون معانا، هو هتكلمنا عنه ضيفتنا الجميله اللي انا شخصيا بحبها ومبسوطه انها معايا النهارده. النهارده هنتكلم مع دكتور دينا ونرحب بيها، دكتور دينا ابو السعود، المدير الطبي لمجموعه شركات ماسي فارم ومنتجات اول بيوتي. حبيبه دكتور قلبي، دكتور منوره الدنيا، بنورك يا حبيبتي، انا مبسوطه ان انت معانا النهارده في الحلقه، وهنتكلم بقى عن اللوشن السحري الجامد جدا. لوشن وايت ويلو اثبت بجد ان هو في التفتيح رائع. صح. عايزين نعرف مكوناته، ازاي بيقدر يفتحني بامان. فعلا يا حنان، لوشن وايت ويلو من اقوى منتجات التجميل لعلاج اي تصبغات موجوده في البشره، سواء هالات سودا، سواء نمش، سواء اثار حب شباب، بقع من الشمس او بقع ناتجه من اي حاجه، حتى كلف الحمل، واحيانا بيحصل بقع نتيجه كوزماتكس معينه بتعمل حساسيه. الحساسيه دي بتخلي البقع حمراء وبعدين بتقلب بغمقان وسواد. طبعا لوشن وايت ويلو الحل الامثل لعلاج كل التصبغات دي بلس اي منطقه في الجسم. طبعاً. يمكن كتير عملاء بيقولوا لي اولا الهالات السوداء مش بس ستات كبيره بتعاني منها او سيدات كبار في السن، عايز اقول لك الشباب، معظم الشباب عندهم مشكله في الهالات السوداء. الجيل الجديد كله طالع بقى الارهاق والتعب باين عليه، يعني ممكن تلاقي بنت عندها 20 سنه وتحت عينيها غامق جدا، وشاب كمان. طبعا لوشن وايت ويلو الحل السحري والامثل لعلاج كل المشاكل دي بلس اي غمقان موجود في الجسم، سواء الاندر ارم. انت عارف عندنا برضو سيدات كتير بتعاني ان الاندر ارم اللي هو منطقه تحت الابط غامق جدا، اغمق عن بشرتها، بتلاقيها بقى لا عارفه تلبس مثلا بلاوز كات، مش عارفه حتى لو عايزه ترفع ايديها بيبقى الشكل مش لطيف. طبعا بنات كتير بتعاني من مشكله غمقان الركب، بلاقي حتى يمكن ناس صحابي بنات بيحطوا فاونديشن وميك اب لو خارجين مثلا فرح ولابسه ميني، بتلاقيها هاريه رجليها ميك، لانه محرجه قوي، بتبقى هي زي القمر، وبتبقى عندها مشكله عدم ثقه بالنفس وانس ان بس ركبها غامقه شويه عن بقيه رجليها. طبعا لوشن وايت ويلو الحل الامثل لده، وكمان البيكيني لاين، عندنا ستات كتيره جدا بتعاني من غمقان في البيكيني لاين. وفي حاجه كويسه جدا فيه كمان، انه بيعالج البلاك هيدز. الله، يعني ممكن كمان كتير البلاك هيدز اللي هي الرؤوس البيضاء او السوداء، وبالذات البشره الدهنيه معظمها بتعاني من الرؤوس السوداء. ممكن ان دي قصتها قصه لسه هندخل فيها بقى، لانه مع مشاكلها كتير مع الكريم مع اللوشن ومع كل حاجه. هنتكلم على انواع البشره طبعا، كريم وايت ويلو او لوشن وايت ويلو، لان هو لوشن مش كريم، مناسب لجميع انواع البشره. طبعاً. البشره الدهنيه بالاخص بتعاني جدا من البلاك هيدز، ممكن تكون ما بتبانش لو انت بعيده عن الشخص، لكن لو الشخص اتنين قريبين من بعض بتبان جدا في الخدود، في المناخير بشوفها كده. طبعا ازاي يقدر وايت ويلو لوشن يعالج كل المشاكل دي؟ طبعا بمكوناته. ايه بقى مكونات وايت ويلو؟ مكونات السحريه بقى. طبعا اول حاجه في المقام الاول الليكوريش اكستراكت او الليكوريش، هيكون معانا صور على الشاشه دلوقتي هنشوفها يا دكتور كمان. عشان نقدر طبعا دي نتائج وايت ويلو السحريه. كان عندها شويه بقع طبعا هنا بيفور وافتر، وكمان في حاجه يا حنان عايزه اقولها، يمكن في ستات كتير عايزه تفتح بشكل عام، يعني انا مش بقول انه هنا، طبعا شايفه كان في زي كده واضح طبعا، نتيجه هايله طبعا، وكمان طبعاً الوش كله نور، كمان الوش منور، بيدي نضاره فظيعه. لوشن وايت ويلو فعلا عمل نتائج مع العمله رهيب. يمكن نسيت اتكلم عن الكوع. الكوع كتير بقى، مش ستات بس، ستات ورجاله بتشوفي كتير عندهم الكوع غامق،
الكوع ناشف جدا. طبعا اللوشن وايت ويرو بيعمل ترطيب فظيع لاحتوائه على الزيوت طبعا السيليكون اويل وزيت جنين القمح. كل الزيوت دي مهمه جدا للترطيب فبتعالج الغمقان والتشققات. كمان العقل الصوابع في بنات كتير عندها مشكله اللونين ده بيبقى كذا بيبقى العقل لون والايد كلها لون. فطبعا ده برضو نتيجه وايت واللوشن نتائج رائعه بصراحه قبل وبعد. عندك كمان مهم قوي اقول الكعب يا حنان. بتلاقي بنات كتير بلاقيها في الصيف لابسه الجزمه الكاوتش والشراب بتتكسف تلبس كعب ده عشان التشققات بقى. عشان التشققات ده بقى اللي احنا سامعين عنه النتائج السريعه الفوريه فظيع يعني. فظيع وبيدي رطوبه حلوه قوي لان السيليكون اويل اولا الماده دي مهمه جدا موجوده في لوشن وايت ويلو بتحمي من فقدان الميه من الجلد. التشققات دي مش بس شكلها وحش بتوجع جدا يعني لما تقول لك انا مش قادره اقف على كعب رجلي ايوه غير انها شكلها بيبقى وحش بتلاقي البنت على طول لابسه جزمه مقفوله عشان ما تبينش كعبها محرجه طبعا. فلوش وايت ويلو الحل الامثل لكل التشققات وكل الغمقان او اي تصبغات. ايه المكونات اللي تقدر تعالج التصبغات؟ اول حاجه الليكورش اكستراكت وكمان الكوجيك اسيد. الكوجيك اسيد ده حمض عضوي مش كيميائي ومستخلص عرق السوس الاثنين بيشتغلوا على ماده الميلانين. كلنا عارفين ان التصبغات دي نتيجه ماده الميلانين بتتفرز زياده فبتعمل تصبغات. بيقدر يقلل افراز الميلانين ويرجع افراز الميلانين لحجمه الطبيعي فبيقدر يوحد لون البشره وبالذات كمان اثار حب الشباب. كل الشباب بيعانوا كتير 70% من الشباب بيعانوا من حبوب الشباب الاثار البنيه وبتوصل بقى لدرجات تانية خلاص بتستمر معانا. طبعا عالج الحبوب بتلاقي سكارز بتلاقي علامات سواء بنت او ولد بيقدر ينهي على كل بكل العلامات دي وبيدي البشره بيديها لون موحد وبيفتحها بشكل عام. ازاي يقدر وايت ويلو لوشن يفتح البشره اللي بيحتوي على ماده الساليسيليك اسيد دي بتزيل كل الطبقه الجلديه الميته من على البشره يعني بيعمل لي بقى لون واحد ويعمل لي نضاره بيعمل نضاره تحفه طبعا انه بيحتوي كمان على فيتامين سي واي. كلنا عارفين ان الفيتامينز دي مهمه جدا لنضاره وحيويه البشره. سي ده مهم جدا للبشره كل يوم الواحد لازم حتى يكون يا حنان بتبقى على الفيتامين سي فقط بيبقى بس الفيتامين سي للبشره. تخيلي بقى لوشن وايت ويلو فيه فيتامين سي وفيتامين اي وزيت جنين القمح والساليسيليك اسيد والكوجيك اسيد كل المكونات الجميله دي طبعا جداً. كلها موجوده في وايت ويلو لوشن. وكمان مهم قوي اقول ان لوشن وايت ويلو سريع الامتصاص. احنا لسه بقى عايزين انا دلوقتي كسيده عامله مستعجله في عصر السرعه انت شايفه أيوة. عايزين نستخدمه كده ونطلع نجري على الشغل فانا مثلا بشرتي هنتكلم عن جميع البشرات طبعا واولهم البشره الدهنيه اللي هي البشره المعاق دي لانها فعلا متعبه جدا. لما اجي احط ميك اب او حاجه وخصوصا لو انا حاطه لوشن او اي حاجه تانية تحت البشره. عايزه اتكلم على البشره الدهنيه. هي البشره الدهنيه متعبه ان هي بتبقى فيها دهون فعلى طول هي العرضه لظهور الحبوب لظهور الرؤوس السوداء وبتلاقي البشره على طول بتلمع في التي زون دي بتلاقيها على طول بتلمع. دي مشكله البشره الدهنيه. لكن عايزه اقول حاجه للبشره الدهنيه مهمه جدا برضه عشان اديها حقها ان هي اكتر بشره ما بيطلعلهاش تجاعيد اكثر شبابا على طول بتبقى في شباب لان هي كلها ليكويد وفاتس فبتقدر تحمي من ظهور التجاعيد. ما هو لازم كل حاجه فيها حاجه طبعا هي لازم طبعا طبعا وايت ويلو لوشن ليه مناسب جدا للبشره الدهنيه لان هو اكوا بيز لوشن مش كريم. تمام ليه هو مش كريم؟ عشان يبقى سريع الامتصاص ما يضايقش البشره الدهنيه وكل انواع البشره. انا بشرتي مش دهنيه وما استحملش احط حاجه تزيد وشي بالظبط. فهو سريع الامتصاص ومهم جدا كمان للبشره الجافه لانه بيحتوي على انجريدينتس مرطبه بشكل عالي جدا زي السيليكون اويل زي الويت جيرم اويل. كل الحاجات دي ترطيب عالي جدا ومناسب جدا للبشره الحساسه ما فيهوش اي مشكله. طبعا بقول لو الست عايزه تنزل شغلها بتحطه وبعديها بخمس دقايق ممكن تحط الميك اب بتاعها لا يتعرض اطلاقا. طبعا هو بيتحط الصبح وبالليل. في ناس بتقول لك لا انا مش عايزه بقى كل شويه ستات احط الصبح احط بالليل ممكن نحطه بالليل وبينسوا. في ناس بتبقى مستعجله بتنسى بالظبط ممكن نحطه بالليل اهم من الصبح لان سرعه استجابه البشره بالليل بتبقى اعلى من الصبح. يا هيفيدني بقى لان الوقت طويل طبعا هيفيدني وهستفيد بيه اكتر كمان. والحلو كمان في اللوشن يمكن كتير عايزين يحطوه على جسمهم ويلبسه عندها بقى غمقان هو طبعا هو عباره عن كورس علاجي بيكفي كذا شهر فبتحطه بتلبس البلاوز بتاعتها هو ما بيبقعش البلاوز او هتحطه على ركبتها تلبس الجينز او البنطلون مش بيبقع. تمام عمل كمان نتيجه حلوه قوي يا حنان في موضوع التصاق الفخذين. السيدات مثلا لو شويه مليانين
احنا بقى عشان الصيف بقى ده الموضوع ده مشكله كبيره. بتبقى عايزه بقى تلبس الدرس بتاعها الطويل وتنزل تمشي تروح بقى كوافيرها تروح تعمل شوبينج او على البحر حتى يعني هتبقى برضو بيبقى عندها مشكله كبيره جدا ان هي وهي ماشيه كتير التصاق الفخذين بيبقى حاجه مؤلمه جدا وبيعمل التهاب رهيب والالتهاب ده بيقلب غمقان. فبنقدر نحط كريم او لوشن وايت ويلو في المنطقه دي وننزل. ومناطق دي للاسف كانت زمان بيقولوا لنا خلاص هي المدام بقت غامقه كده مش هتتفتح تاني لكن مع الحل السحري زي ما بنقول خلصنا من كل المشاكل اللي هي الدائمه دي. طبعا بنقول ان هو وقائي يعني اقدر ابتدي من يعني البنات الصغيره تقدر او الولاد الصغيرين كمان لو هم بيطلع لهم حب الشباب واللي هم عندهم مشاكل دايما ما بيلحقوش يتهنوا ببشرتهم الحلوه وبعدين يدخلوا في حقبه عمريه تانية وبتبقى فيها مشاكل تانية فبيقدروا يستخدموه من بدري. يقدروا يستخدموه من بدري جدا ممكن من 18 سنه يستخدموه سواء شاب او بنت لانه بيعمل فعلا وقايه. وكمان عايز اقول على حاجه مهمه قوي بالنسبه للوشن وايت ويلر بيساعد جدا 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 في علاج الحبوب يا حنان. ازاي لوشن وايت ويلو يقدر يساعد في علاج الحبوب لانه بيحتوي على الساليسيليك اسيد. الساليسيليك اسيد يقدر يزيل السيبم اللي هي الحبوب بتبقى جواها سيبم او دهون بيقدر يزيل وينظف الحبايه نفسها من السيبم او الدهون الموجوده على البشره. فطبعا لوشن وايت ويلو بيستخدم من سن 18 سنه كمان يعني كمان بيعالج يعني معالج كمان بالدرجه الاولى. اقدر بناخد مده بقى كده يعني احنا قلنا التشققات بتاخد مده صغيره عشان يحل لي مشكلتها وننتهي منها سريعا. الهالات السوداء يعني الهالات السوداء دي محتاجه يوم كامل في الكلام عنه. طبعا فطبعا ده حل. انا يمكن كتير من العملاء لما بسمع ارائهم في التليفون او مشكلاتهم ما فيش حد يعني ما مش بيخلو من قصه الهالات السوداء. يعني 90% من الناس ماشيه عندها كتير فعلا. هي يمكن مشكله اساسيه جدا الهالات السوداء عندنا في مصر. طبعا مش من اول دهنه يعني في يمكن سيدات بتقول لك هنحطه بالليل نصحى نحط عينينا عايزه النتيجه السريعه بقى. طبعا هو نتيجته حلوه جدا بس تراكميه. انت يوميا بتحطي على بشرتك مكونات وايت ويلو لوشن فانت يوميا بتشوفي تحسن تدريجي لانه علاج كورس علاجي. فاحنا بنقول بتلاقي تحسن واضح جدا من بعد مثلا الاسبوع الثالث بتشوفي تحسن واضح جدا بالنسبه للهالات السوداء. امن طبعا احنا قلنا الحوالي بتستخدمه وبتستخدمه عشان الكلف اللي هو المصاحب للحمل او ما بعد الحمل. نبدا نستخدمه من بعد الشهر الثالث مفيش اي مشكله. امن. وبخصوص الامان كالعاده اول بيوتي معودانا انها ما تقدم لناش حاجه غير لما تكون مرخصه وليها تصريح. لا ما ينفعش احط حاجه على بشرتي غير لما تكون مرخصه اطلاقا. طبعا لوشن وايت ويلو امن جدا والترخيص موجود على الشاشه. لوشن وايت ويلو مرخص من وزاره الصحه المصريه معنى كده انه امن جدا. على طول بنصح كل الناس اللي بتتفرج علينا ما حدش يحط حاجه على وشه مش عارف مصدرها او حتى اي بيلز حتى اورالي يعني ما ينفعش ابدا. حتى في حاجات بتبقى مش عارفه مصدرها لو عملت سايد افكت يا حنان تقعدي فتره طويله عشان تعالجيها لو اتعالجت. فطبعا لوشن وايت ويلو امن جدا مناسب لجميع الاعمار ابتداء من 18 سنه مناسب لسيدات ورجال ومناسب لجميع انواع البشره. ملوش اي سايد افكت ولا يتعارض مع الميك اب اطلاقا. هايل ومكونات كامله في فيتامين في علبه واحده ده هايل جدا. طبعا وممكن يتحط الصبح. الحلو اللي فيه هو فيه ماده التيتانيوم دايكسايد دي ماده بتشتغل از سان بلوك تحمي من اشعه الشمس بالضرر. عايزه اقول لكل الساده المشاهدين ان في عرض تحفه. ايوه عايزين بقى العروض عشان احنا بنحب نشتري في الخصم. طبعا. لا وكمان وقت العرض يا حنان ما مش بيشتروا علبه بيشتروا بقى خمس ست علب ده فعلا بيحصل. أيوة، على طول. عارفه احنا بنحب ستيت بقى تحب تشتري في الخصم. احنا نشوف عرض في اي حته لازم ننزل نشتري ونشتري بالدسته. طبعا بجد. فطبعا شركه اول بيوتي عامله عرض حلو قوي خصم 30% من سعرها الاساسي. هيل. مش عاملين خصم 5% او لا حلو فهو دلوقتي سعره حلو جدا. واتمنى كل الناس اللي بتتفرج علينا تقدر تستفاد من عرض وايت ويلو ان شاء الله. واحنا دلوقتي هنتكلم على منتج تاني لا يقل عن وايت ويلو. يعني احنا هنتكلم عن غسول نيرينا اللي برضو اثبت ان هو مش مجرد غسول بيشتغل على حاجات كبيره قوي. يعني ما سمعت حاجه راي بيخليني هو غسول مهبلي كمان عشان اوضح للساده المشاهدين يا حنان هو غسول مهبلي هو خاص للسيدات والسيدات والبنات. تمام. طبعا غسول نيرينا مختلف عن اي غسول موجود في الماركت لانه بيعمل كذا اكشن. طبعا في المقام الاول هو بكتيريسايدال يعني بيقتل كل البكتيريا او كل الفنجس او الفنجاي او حتى اليست من الفاجينال اريا.
ما بيشتغلش على بكتيريا واحدة. يمكن كتير ستات بتعاني من التهابات في منطقة الفاجينا، بتعاني من الاحتكاك والالتهابات أو الانفكشنز، فيقدر نايرينا يعالج كل الانفكشنز دي ويعالج الباد أودر، الريحة الغير مستساغة أو الإفرازات الغير مرغوب فيها نتيجة بكتيريال انفكشن. اديني ثقه بقى بنفسه ولكل السيدات طبعا. يمكن سيدات كتير بتعاني من مشكله التهابات، فبتقول لي مثلا دكتوره دينا انا هلاقي نتيجه امتى؟ انت بتلاقي نتيجه اون ذا سبوت، لان هو في مواد بتقدر تشتغل على الالتهابات بالذات وتقلل الالتهابات، لانه في منتول، المنتول بيدي كولينج سنسيشن او بيدي تبريد للفاجينال اريا. طبعا في الترايكلوزان، ده بكتيري سايدل وايد رينج، يعني بيقدر كل البكتيريا. طبعا في اكشن مهم قوي لنايرينا، انه بيقدر يشد العضله المهبليه، بيرجعها لحجمها الطبيعي، لان ستات كتير بتولد طبيعي وبيحصل ارتخاء في هذه العضله، فنايرينا يقدر يرجعها لي تاني، يقدر يرجعها لحجمها الطبيعي نتيجه ان هو طبعا في الوفيرا اللي هو مستخلص الصبار. فمهم قوي اقول ان نايرينا يستخدم للستات المتزوجات والبنات. ممكن تقول البنات لا انا مش محتاجه. محتاجه جدا، لان بنات كتير بتعاني من فانجس، بتعاني من ييست، ويمكن كمان بنصح باستخدامه على طول وقت بعد فتره البيريود. بس هو بيتخفف. يعني كتير بيقول لي نستخدمه ازاي، هو عايزين نعرف استخدامه كم مره بيستخدمه، استخدمه بس عند اللزوم ولا هستخدمه على طول بقى مدى الحياه؟ احنا ممكن نستخدمه كوقايه، يعني هو كل السيدات والبنات بيستخدموه عادي غسول مهبلي. وعلى طول بنصح ان احنا لما بنيجي ناخد شاور ما ناخدش شاور بالشاور جيل العادي. بناخده طبعا، يعني السيدات والبنات ياخدوه على الجسم عادي، لكن منطقه البهبل بلاش الاكسسيف من الشاور جيل، لان هي بيبقى فيها كيميكلز بتغير البي اتش بتاعه الفاجينا. البي اتش لو اتغيرت بيحصل اريتيشن رهيب، وممكن يعمل اللي بيخلي النورمال فلورا تتغير ويبقى عرضه للبكتيريال انفكشن. فلازم منطقه الفاجينا بيبقى ليها غسول طبي. فنايرينا بيبقى كويس جدا، مش بس كمان ان احنا نعالج اي التهابات او باد اودر او ديستشارج غير مستساغ فيه، كمان بنعمل بيه وقايه من اي بكتيريال انفكشن. ويمكن كمان يا حنان مش بس البكتيريا اللي بتعمل التهابات، زي ما قلت الشاور جيل احيانا ممكن تعمل البول. البول بالظبط، البنات اللي بتنزل بول دي، واحيانا اللوب ممكن يعمل بيحصل اريتيشن او كده. فمهم قوي ان احنا نستخدم نايرينا كعلاجي وكوقائي. طبعا البنات بيبقى تشطيف خارجي، السيدات تشطيف خارجي وداخلي، الحوامل بيبقى تشطيف خارجي فقط. كمان هنشوف ترخيصه معانا يا دكتور على الشاشه برده، وتقول لنا شويه عن امانه. طبعا لوش، كنت هقول لك لوش الوايت نايرينا فاجينال ووش او فاجينال دوش، هو طبعا مرخص من وزاره الصحه المصريه، امن جدا، منتج للنساء والسيدات فقط. البنات الغير متزوجات بيستخدموا تشطيف خارجي، السيدات المتزوجات خارجي وداخلي، والحوامل خارجي فقط. العرض يا دكتور؟ طبعا طبعا نايرينا ليه عرض حلو قوي، شركه اول بيوتي عامله خصم 30% من سعره الاساسي. اتمنى ان كل الستات اللي بتتفرج علينا تستفاد من خصم نايرينا فاجينال دوش. في النهايه بشكرك على وجودك الجميل معانا، بجد نورتينا دكتور دينا ابو السعود المدير الطبي شركه مجموعه شركات ميسي فارم. ان شاء الله بجد في حلقات تانيه اكيد، وهنستفيد اكتر بمعلومات كتيره جدا ان شاء الله يا حنان. ان شاء الله اشوفكم في فقرات تانيه طبيه جميله، ويا رب تكونوا استفدتوا. اشوفكم على خير.